انت عملتها ازاي؟ الشمس الوور ديفايد باي التوتال انرجي. يوجد نوعان من الانقباض. في ايزومتريك خدناها ستايل باكت، يعني تكون ثابت انا ما شلتش حاجه. يبقى نو ورك از دان، يبقى الافشنسي ثابت. انما ايزوتونيك العضله بتقصر، تنشن ثابت بس الطول بيقصر، بيقصر يعني بعمل ورك. الافشنسي بتوصل اب تو 50%. خدنا الكلام ده العام الماضي. طيب ذكر كل ده، ده عشان طبعا الانرجي اللي بتطلع من الكتاب ودي تقدر تستغلها في وور يا هيت يا تحوش. ما هو تعريف الكالوري؟ اولا احنا عندنا الكالوري في الفيزيكس خدناه في ثانوي نوعان. لو بتكلم على جرام ميه يبقى جرام كالوري او سمول كالوري. كيلو جرام ميه يبقى بتكلم على كيلو كالوري او بيت كالوري، وهو ده المستخدم في الطب. يعني الطب لما اقول كالوري واسكت فانا اعني كيلو كالوري. يبقى يعني ايه كيلو كالوري؟ كمية الطاقة the amount of heat necessary to the temperature of 1 kilogram of water 1 degree centigrade. 1 kilogram 1 degree centigrade. يبقى the amount of heat اللي محتاجة عشان ترفع درجة حرارة 1 كيلوغرام 1 ديجري سنتيجريد. لما نقول في الطب كالوري فنحن نعني كيلو او بيت كالوري. انت كل العلوم لازم نميز هل هو سمول جرام كالوري ولا بيت او كيلو كالوري. في الطب لا نستخدم غير الكيلو او البيت كالوري. مش هنعرف بقى. طيب تيجي دلوقتي بعد كده عندي الكلام ده لطيف ان هو ينفع الناس اللي هتشتغل دايت دايتيشن يعني في الريجيم الحاجات دي. الهيت كالوريز الهيت او الكالوري فاليو فود القيمه الحراريه للاكل. اللي عاوز يخس عاوز ياخد اقل. فتعالى على السعرات اللي موجوده في الاكل. يعني لسه طريفه دي احنا نعرفها. ده في نوعين من القيمه الحراريه. اوتسايد تبقى فيزيكال. انسايد ذا بادي تبقى فيسيولوجي. يعني لما تحرق الاكل بره الجسم لا يبقى فيزيكال ما يهمناش حاجه، احنا يهمنا جوه الجسم فيسيولوجي. ايه؟ تعال حطه في كله الكتريك سبارك. نحط نجيب جرام فود بس ما عندناش الكلام ده وبشرائح كهربائيه نحرقه، الفول ده حوالي كيلو جرام ميه. لو ارتفع درجه حراره واحد يبقى طلع واحد كذا. تاني نجيب كول، عارف الكول؟ متر كونتينر حط جرام فود وتحرقها اطلع حراره تسخن كيلو جرام حواليها كل درجه في ايه؟ في كذا. ما عندناش هذا الكلام، ما دخلناش في حاجات ما عندناش فيها. ناس تبص كالوريمتر ما تسمعلكوش الكلام. الفيزيكال ما يهمناش في حاجه الاوتسايد، يهمنا في ايه؟ في معلومه. ازاي دي قلتها لك بحاجه اسمها بوم كالوريمتر مش عليك. متر كونتينر والكتريك سبارك احرق الجرام. كل درجة حرارة تطلع تسخن كيلو جرام المية اللي حواليها درجة يبقى الكالوري سخنتها 2 يبقى 2 كالوري 4 يبقى 4 كالوري. بس حد يسألني بقى ازاي حاجة مش عليك. جرام كربوهيدرات كشري بره الجسم زي جوه الجسم هيدينا 4.1 كالوري. جرام فات ده ألعن حاجة بقى. الأيس كريم والكيكات والطرب الحاجات اللي تودي الداهيه دي. جرام فات بره الجسم زي جوه الجسم 9.3 كالوري. ابعد عن الكلام. جرام بروتين هو ده اللي بيفرق فيزيكال عن فيسيولوجيكال بره عن جوه. بره 5.3 كالوري. جوه 4.1 زي الكربوهيدرات. ومع ذلك هنعرف بعد شويه ان الناس بتعمل ايه؟ لازم تركز على اللحم. هنفهم ليه؟ الطبعا يقول لي طب ما اللحمه دايت زي الكشري، لا بس في فرق هناخده بعدين. ان اللحمه هنفقد ثلث السعرات اللي فيها. طبعا اللي عاوز يخس عاوز يكسب عاوز يفقد. يلا عشان كده البروتين احسن حاجه هنعرفها بعد شويه. المهم في سؤال شافه هنا، اشمعنى في حاله البروتين اختلف الفيزيكال عن الفيزيولوجي؟
كلهم الفيزيكال زي الفيزيكال ما عدا بروتين. ف14% من البروتين نادي تتنشف بره الجسم ولا يهمني حاجه. هعمل لهم كومبليت اوكسيديشن، اطلع كل الحراره فيهم وهيطلع نيتريك اسيد مش مشكله. ده بره الجسم. اظن جوه الجسم لو طلع نيتريك اسيد يحصل لك فيه دروب في البي اتش. فعشان كده لازم تتلم والنيتريك ده تعمل له بارشال اوكسيديشن مش كومبليت، عشان ما تطلعش نيتريك اسيد، تطلع يوريا. فطالما عملت بارشال اوكسيديشن يبقى ما طلعتش كل الحراره. عشان كده البروتين جوه الجسم اقل من بره الجسم، بيطلع 4.1 ده سؤال شك. ليه بره الجسم غير جوه الجسم؟ الليسته دي تحفظها ارقام. يبقى جرام كربوهيدرات زي البروتين جوه الجسم اللي يهمنا جوه الجسم بيطلع 4.1 الكشري زي اللحم. بس نجيب بعد شويه هنعرف لازم اللحم. ايه اللي تبعد عنه لو انت عاوز تعمل نجيب؟ الفات ايس كريم وما شابه 9.3 كالوري كل جرام. فدي اول لسه نحفظها وعاوز يبقى عندك ذاكره في الارقام. اول حاجه قلت لك في الامبريشن في السيكولوجي الاتنشن، انك تقرا رقم ده غرض انه يفضل في مخك. لو غرض، لو انت مش عاوز تفتكه مش هتفتكه، لو عاوز تفتكه. فده ايه الناس اللي ما خدوش اول مره سيكولوجي النهارده الساعه 3 فاتت الاول خالص. يبقى تاني لازم امبريشن تو بوكس. اه انا عاوز اشتري الرقم ده. كربوهيدرات خش اللحمه 4.1 ايس كريم الفات 9.3 كالوري. الاول لسه لسه حاضر الصف وعندك في العملي كمان. نيجي الانرجي ايكوفيلنت اوفر لتر اوكسجين، المكافئ الحراري للتر الاوكسجين. لو خدت لتر اوكسجين وحرقت بيه اكل هتفرق حسب هتحرق بيه ايه. لو حرقت بيه كربوهيدرات هيديك 5 كالوري، حرقت بيه فات هيديك 4.7 كالوري، بروتين هيديك 4.5 كالوري. خد بالك اللي عنده كوك رهبه مفيش فرق ضخم. يعني لتر الاكسجين اعلى حاجه 5 كالوري لو هتحرق بيه كربوهيدرات، اقل حاجه بروتين 4.5 فوق تفهم. طب لو ميكس فات وده الاغلب ان احنا بناكل ميكس دايت هيديك 4.8 كالوري، اللي ده الرقم اللي لازم تحفظه عشان العمل. ان كل لتر اوكسجين بتستخدمه دلوقتي بتتنفسه دلوقتي وانت واخد ميكس دايت غالبا مش مركزين على حاجه واحده هيديك 4.8 كالوري. ده اهم رقم للبراكتيكال. لتر الاوكسجين بيديك 4.8 كالوري. يبقى لو عاوز تعرف انت بتطلع كام كالوري في الساعه انت تنفذ استهلكت كام لتر في الساعه؟ واضربها في هذا الرقم اللي حطيته في دايره اللي هو 4.8 كالوري. تعرف انت بتطلع كام سعر؟ كل لتر بتاخده بيديك كام؟ 4.8. ده رقم مهم في الليسته اللي على ايدك اليمين. يبقى تاني غير ما تبص دي فاليو فود جرام كربوهيدرات زي جرام بروتين جوه الجسم يديك 4.1. قال عن حاجه ايه لازم ما تاكلهاش لما تتعامل معاها؟ فات، لانه هيديك 9.3. دي الرقم اللي قلنا في الحته الثانيه 4.8، لان هتبقى ارقام قريبه قوي من بعض. اصغر رقم 4.5، اكبر رقم 5.5 تقريبا لو قربنا هنقول 4.8 اللي هو رقم واحد. سباتي كوشن معامل التنفس، سؤال نظري مهم وسؤال رقم واحد. نحن نتنفس اكسجين لننتج ثاني اكسيد الكربون. باي ديفينيشن ايه هو الار كيو معامل التنفس؟ ار كيو از ريشيو، ار كيو از ريشيو نسبة ريشيو بين السي او 2 بروديوس ان اوكسجين كونسيوم. خلاص؟ في يونت تايم في نفس الوقت. عارف الموضوع كله يموت امتى؟ لو عكستها ويانا طلب عكستها. بعض الموضوع. اهم حاجه ان الكربون دايكسايد فوق. هي مش ريشيو بين الاكسجين والكربون دايكسايد، لا. كربون دايكسايد بروديوس ان اوكسجين
خمسوس، فعشان كده هتكتبها على الرايت كور، تبصلها كويس قوي. الار دي وتسيب الكو على الاكس مش العكس. خلاص؟ تقل فوق. في كو اتقل من الاكس، طبعا فاهم ليه؟ عباره عن اوبشن مضاف ايه؟ طب ازاي جرمان نقيس ازاي؟ ممكن نقيس الار كيو لكل الجسم. شوفك طلعت قد ايه كيلو تو الثالثه دي اوبشن. وممكن نقيسه في السيركل اورجان برين ليفر. قبل ما اقول لك قال لي ازاي اطلع بتاع اورجان ما عليناش بس سهل قوي ار كيلو هنا الديفولت. اشوف الار كي دخل فيها دي اوبشن، الديف طلع فيها دي اوبشن. اللي عاوز يكتبها دي اكتبها بقى بعض الناس بتسالها بدون ما تكتبها. البرين تكتبها ازاي؟ اكتب ارتيو فينس ديفلوبس. يبقى السبيشال اوركر بنحسبها بالارتيو فينس ديفلوبس. النقطة الثالثة بحب النظام قوي، يبقى قلنا ديفيجن وميجر. سيجنيفيكانس، ليه بيطلعوا على كده؟ تعالى اقول لك ليه بيطلعوا على كده. لو انت بتحرق جلوكوز، الرمز العام للجلوكوز كاربون 6 هيدروجين 12 اوكسجين 6. صح. ماذا؟ تحرقه بستة اكسجين لينتج ستة كاربون دايوكسيد بلس ستة ووتر بلس انرجي. صح؟ ده المعدل اللي قصادك في هذا الفصل. يبقى انت في حالة حرق جلوكوز بتستهلك تستخدم ستة اكسجين وتنتج ستة كاربون دايوكسيد. يبقى ستة على ستة يطلع الار كيو كام؟ واحد. يبقى في حالة حرق جلوكوز الار كيو بيطلع واحد. اقول لك الصحيح هو العكس. لما تحسب الار كيو لاورجان معين او للجسم كله يطلع واحد، فيبقى انت بتحرق جلوكوز. العكس هو الصح. انت فاهم؟ احنا بنقول لك لما تحرق جلوكوز يطلع الار كيو واحد. طب الطب بيستخدمها ازاي؟ بيستخدمها بالعكس. لما نحسب النسبه من ثانيه في الكربون الناتج والاوكسجين المستخدم تطلع واحد، يبقى انت او الاورجان اللي حاسبين ليه لا بيحرق جلوكوز. مين بقى الاورجان اللي بيحرق جلوكوز؟ ليه؟ كده عاوز تذاكر تذاكر حلويات. ازاي انها بتعمل حاجه ثانيه؟ بترفع المود. الكولج انا خد الناس عندها ديبريشن، حلويات ترفع المود، تخلي مزاجك حلو. انا عارف ان عليك نكد الان بحاجتين يخلوك تاكل حاجات حلوه. خلاص؟ مخك اشتغل وما بيحرقش غير جلوكوز. نفسيتك تبقى حلوه. طيب نقدر الثالثة بقى. لو حرقنا الجلوكوز يطلع الار كيو واحد. طب فين؟ بوينت 7 بروتين بوينت 8. طب ميكس الطاير 85%. خلاص؟ الكربوهيدرات واحد 3.7 بروتين 82%، ميكس الطاير 85%. عايز تبين النسبة دي. اللي هي تاني سيجنيفيكت. يبقى من الار كيو اقدر اعرف التايب اوف فود يوز ولا اورجان. نوع الفود يوز ولا اورجان. فلو قلت لك الار كيو بتاعت البرين لو حسبت نسبة من تاني سيجنيفيكت هتكون ناتج من المخ والاوبشن المستخدم، وحتى لو قلت لكم ازاي برغم انها مش علينا بالارتيريوجين ديفرنس، عشان في ناس بتسالها في واخده بالها تاني في الكتاب. بيطلع تقريبا واحد. يبقى مخك بيحرق ايه؟ هو بيطلع 99% تقريبا واحد. واحد بيتوه في الصحراء ولو لسه حي بعد ايام شرب فيه ميه بس مش لاقيها. ستارفيشن. لقيت الار كيو بتاعته 0.7. يبقى ده بيستخدم ايه؟ فاهم؟ لو احنا مجوعين خلاص بنبقى بنستخدم. فاكر الناس اللي عندها سيديت يا ريت اللي ما عندهاش انسولين. عرفنا ازاي ان دول ما بيستخدموش جلوكوز بيستخدموه فيطلع الار كيو بتاعهم فاصل. ده اول سؤال هو المهم سؤال تقريبا انه مصير بيجيبوا معاه ايه؟ ديفرنس ما بين ار كيو اند ار. ايه الار دي؟ يعني تابع ممكن تيجي ممكن لا لو واحد. خلاص؟ تاني اللي احنا في صفحه اثنين، انا شايف ان في صفحه واحد. انا شايف كل واحد بيهدد ايه؟ يعني دلوقتي في صفحه اثنين. ار الار اللي هي ريسبيرتوري اكستشينج ريشيو. فار دي ريسبيرتوري اكستشينج ريشيو.
انما ار كيو دي للسبب بوش. خد بالك هما الاثنين نفس الحاجه، يعني ديفينيشن واحد. اتس ريشيو بتوين سي تو بروديوس اوبشن كونسيوم. وهي اهم نقطه بقول لازم الشارع لما تبقوا تشرحوا تركزوا عليها، ان اذا ما ركزتش عليها الشخص نص ده تضيع. السي او فوق السي او تو فوق، الموضوع كله نص. لو ما افتكرتش ان الكربون ده السايد هو اللي فوق، يبقى كل الشرح مش تاني. دي اهم نقطه في الار كيو والار. سي او تو فوق فوق فوق. طيب بيبقى ايه؟ الار كيو ده زي ما شفنا بيتاثر بال وخليني اعملها عشان ما لخبطكوش، لان هي صدقه. خلاص؟ يعني انت مكتوب هنا ار كيو، معلش دي مهمه في الشرح برضه، انك ما تكتبش بطريقه مغايره لنصات الشخص. كده المخ يتلخبط، احنا عندنا فصين. بقول لكم بالسيكولوجي. انت صادق الار كيو الناحيه دي والار الناحيه دي. يبقى تشوفهم كده برضه. بيساعد كونسليتيشن تثبيت الذكاء. الار كيو دي لما شفنا بتتاثر بالميتابوليزم. مين فاكر من غير ما تبص؟ اترستي وجلوكوز يطلع كام؟ مش فاكر؟ 1.7. دول اهم اثنين عندي. بروتين 82% ميكس دايت 50%. انما الار دي بتتاثر بأذر فاكتور. طيب النقطه الثانيه، الار كيو يبقى تتراوح ما بين كام وكام؟ اعلى حاجه جلوكوز واحد، واقل حاجه فات 1.7. انما دي لا، دي ممكن تطلع اقل من 7/10 او تطلع اكتر من 1. فكر ازاي؟ ناخد مثال الناحيه دي ومثال الناحيه دي. بعد الاكسرسايز خدنا السنه اللي فاتت، يعني بعد ما خلص اكسرسايز انا خلصت اهو، بقعد انهج. ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ اوكسجين ده. ان انا محتاج اكسجين لحاجتين خدناهم في السنه اللي فاتت، عشان خاطر عيون ريلي كنت بقولها كده في سنه اولى، بس احنا ما كناش مع بعض في اولى. يبقى الاكسجين ده بتاع عشان مين؟ ريلي، عشان نعمل ريلي للهيموجلوبين والمايوجلوبين والاكسجين الكونفيجن والاكسجين ريلي. وتاني حاجه عشان نعمل ريفورميشن اوف اي تي بي الى تيم فوسفيت اند لايت. يبقى الاوبشن ده بيستخدم عشان خاطر عيون ريلي. ريفيل اند ري فور. ريفيل اند ري فور. ما كناش مع بعض، لازم يسعدني الحظ، بس الحمد لله لحقتكم. طيب الناس حلوه اللي كده صعب الواحد ما يشوفهاش. حاجه مش حلوه. طيب المهم انا في نهايه الاكسرسايز بعد الاكسرسايز مش اثناء، انا خلصت الاكسرسايز خلصت. الاوبشن ده ما بيحصلش في اثناء، بيحصل بعد الاكسرسايز. يبقى انا استخدمت اوبشن كتير. بص بقى كده للمعادله دي، لما المقام لو غلطت واخرب بيت، لو المقام زاد الريش يحصل لها ايه؟ يبقى انت بتنزل تحت 7/10 يمكن تحت نص بعد الاكسرسايز. حتى هما مش كاتبين انا عاوز اكتب بسبب الاوبشن ده، هما كاتبين اوبشن بالفاميلا بالتي. احنا نكتبها صح معناها هو مش كاتبينها، ما نكتب ده اسمه اوبشن ده. انما بص لي بقى في اثناء الاكسرسايز، بص لي اثناء الاكسرسايز المفروض ايه اهم حاجه بتطلعها مثل لايت لابتك؟ مكتوب المعادله حتى في نمره 2 عندك. لابتك اسيد هيلتحم مع كربونيك اسيد مع صوديوم بايكربونيت ولا اي كيزير بقى لها علبه. لابتك اسيد مع صوديوم بايكربونيت يدي كربونيك اسيد صوديوم لابتين. كربونيك اسيد دايما يشيل الى كاربون دايكسايد وميه. يبقى بعد الاكسرسايز هنعتل بقى، هو تفكيره حتى بيقول لي يبقى بعد الاكسرسايز مين اللي هيطلع كتير؟ السي او 2. يبقى بالعكس هتطلع سي او 2 كتير، ريش يحصل لها ايه؟ دي ريش دي تبقى هو واحد. وفي سبب تاني بعد الاكسرسايز ده على فكره مكتوب لي مكان، ان بيبقى فيه اسيدوزس. مش قلنا في طريقه الاسيد؟ بص الاسيدوز دي بتعمل هايبر فنتليشن طلع سي او 2 كتير. ده زائد ان انا لو عملت برامتر هايبر فنتليشن ممكن ازود ار كيو. بص لي اهو دلوقتي انا اهو مفيش اي حاجه، يبقى انا دلوقتي عمال اوش في الكربون ايه؟ دايكسايد. فالار كيو تطلع فوق، اسف الار تطلع فوق واحد. يبقى في كام فرق بين الار كيو والار فرق ايه؟ الار كيو تتاثر بالميتابوليزم فقط، انما الثانيه القدر
هايبر فنتيليشن قبل الاكسرسايز او اثناء الاكسرسايز بعد الاكسرسايز. ثاني فاكت ان الار كيو تتراوح ما بين 7.1 انما الار ديد بتاعت 7.1 زي بسبب الاوكسجين ديد لما تستخدم اوكسجين كتير بعد الاكسرسايز وتطلع فوق واحد لو طلعت كيو 2 بس زي لو عملت هايبر فنتيليشن انا بوش كيو 2 بديك كيو 2 وانا ما بستخدمش اوكسجين انا بخدم اللي عندي اثناء التمرين المزاجي عمال اوش بايه؟ او اثناء الاكسرسايز بسبب حاجتين اللاكتيك اسيد بيفتحوا مع صوره فبيجي دي كربونيك اسيد كيو 2 والاسيدول بتاع الهايبر فنتيليشن. يعني انا رايي حتى من الار كيو تطوع واكتب ايه الفرق بين الار كيو والار؟ خلاص؟ يعني يبقى عايزين نخليها اساس في اجابه السؤال حتى من غير ما اقول لك كومبير الار كيو والار. ما تريح بقى عشان تعبنا. شوف التمرين سهل ازاي؟ ميتابوليك ريت مريح. ميتابوليك ريت وعطيت سبع الاوكسجين ديت بيستخدم في خاطر يقول ايه؟ ايه؟ ما تسواش عشان الموضوع الثاني يبقى مواد باطنه. الاوكسجين ديت ده مهم قوي. ايوه. امال تجيب فين؟ هتجيب ازاي كده لو طلع؟ ار ميتابوليزم هيطلع مش ميتابوليزم برضه اهو فكر فيه ده بقى ريدي بقى ريدي ري ري اوكي هو بيقول ان هو بيقول ان هو ان ري فورميشن اي تي بي يقول في طب ايه كريت بقى؟ طب ايه كريت؟ هو عباره انت بتطلع كام صور في الساعه؟ خد بالك ده انرجي production in calories per unit time. per unit time اللي هو الساعة. unit time عندنا هو مين؟ ساعة. energy production in calories per unit time اللي هو الأمر. طب اسهل زي ما لسه قايل. اسهل زي. ما كل لتر أوكسجين بنستخدمه ما هو في ميكس تايم. بيديني كام سعر قلنا الرقم وقلنا نحفظه. 4.8 وخدتوه بالعمل امبارح مش كده؟ مش في ناس مش هقول لكم الورقه ده مهم قوي. 4.8 حسب منصور. اديت تمام. خلاص؟ لابسها. طيب عقبالكم. 4.8 اللي ضربها بعدد الاطار الاوكسجين المستخدمه. امبارح بقى حصل كارثه مش هقول مين اللي قالها عشان ما لهوش. لاني فضحت طول الحزب. الغاز اللي بيستخدم في الدقيقة 250 سنتي أكسجين. يبقى في الساعة الساعة كام دقيقة؟ 60. أنا بستخدم في الدقيقة 250 يبقى في الساعة عامل إيه؟ 250 في 60 هو قاعد يبادلني ده نكسب. يا ماما تكسب إزاي؟ نضرب أنت بتاخد جنيه مصروف في اليوم يبقى في الأسبوع نقسم واحد على سبعة هو نضرب واحد فيه سبعة اقتنع لما قلت له مصروف فهم ان كده هيضحك عليه يبقى 250 في 60 طب كده طلعوا بالسنتي انا عاوزهم باللتر اللتر كام سنتي؟ 100 كده المصيبه قلب يبقى نقسم على قلب يبقى عشان تجيب يا بابا شوف ناس بتبص فاكر ان انا بشرح طب انا دلوقتي في الكيجي 1 مش 2 يعني ده مش صفر يا بابا انت بتاخد في الدقيقة 250 سم يبقى في الساعة 250 في 60 ده بالسم عاوزها بالليل تقسم على 1000 انا كاتبها لك كده ال 1000 على فكرة جنبها عشان انت بقى مش كيلو جي وان واعلى شوية يبقى كده مقسومة على يعني مش لازم احطها تحت عاوز اوفر صفحة عشان تطلع 14000 انا اسف ما كانش عايز اوفر الصفحة طب ايه الحاجات اللي تزود الميتابوليك ليه؟ حفظتها الاجيال زي حكايه 3 دي كده 3 اي ثلاث ايهات طبعا اكثر حاجه تزود في التوليد من اكس زد 5 اي او دي ثاني حاجه ام اي تي الاكل حتى كان المفروض تهزها في اللغه تبقى فود انتيك انت عارف ليه كتبتها اي تي؟ تبقى ايه؟ ثاني حاجه الاكسبوجر تو كوز خلاص يبقى اكسرسايز اي تي اند اكسبوجر تو لازم عشان حرارتك ما تنخفضش تزود السعرات اللي تطلعها عشان تحتفظ
درجة حرارتك 37 برغم برودة الجو. لازم تزود الكالوريز، تزود الميتابوليزم. فكعب بتزود الميتابوليزم في الدنيا؟ 3 ايز. اكسرسايز. ايتنج اللي هي هتقولها بتعبير اهدف. فود انتيك. اند اكسبوجر كود. نيجي بقى موضوعنا بتاع العملي. بيز الميتابوليك ريت. نظري مهم واستقال رقم 2 وعملي. مهم جدا في العمل. يعني مكتوب اقتصادي بيزل ميتابوليك ريت. يبقى لو انا شلت كلمه بيزل يبقى ايه اللي فاضل؟ بيزل هو ميتابوليك ريت من الاخر. كاس ازاي نضرب عدد الاضراب الاوبشن المستخدمه في الساعه كل هيدا يجيني كام؟ قلت رقم 150 مره مش هتحفظه لوحده. 4.8 صح؟ عدد الاضراب الاوبشن المستخدمه في الساعه في 4.8. وفهمت ازاي لما يجيب لك الكلام قد ايه في الدقيقة هتحسب الساعة كام لتر؟ الساعة 60 دقيقة تضرب 60 أنا عاوز تحولها لتر تقسم على مش شطارة. بص علم صحيح علم ده علم علم ده ايه الصعوبة دي؟ تضرب 60 ولا ايه اللي عايزه؟ مش هقول ايه؟ انرجي ايكوفالنت. طيب مش هقول انت ما تعرفش. طيب نضرب 60 نقسم على ايه؟ خلاص؟ طب دلوقتي نرجع كلمة بيتا. يبقى اندر بيتا كونديشن. يعني بيتا ميتابوليك ريت هو الميتابوليك ريت يطالب فاهم اندر بيتا. يعني ناخد من بوق الشخص النتيجة يقول لي ايه هو البيتا ميتابوليك ريت؟ اعكسها له هو الميتابوليك ريت اندر بيتا كونديشن. طب انت اسف بقى ممكن تستنتج البيتا كونديشن بس عاوز اطالب ازاي؟ معرفش محمد قالها لكم ازاي امبارح. انا بحضر معاكم عشان استفيد. دلوقتي يعني ايه بيتا؟ يعني بيتا يعني اقل ميتابوليك ريت البيتا بيتا والبيزمنت بتاع اي حاجه والبيز بتاع اي انسان هو اربع حته. البيتا ده هو ايه؟ اربع حاجة. انا عاوز اقيس لما اقول لطالب فاهم قوي انا عاوز اقيس البيتا ميتابوليك ريت عشان تعيش الكلمه يبقى انا عاوز اقيس اقل ميتابوليك ريت صح؟ اني عاوز اقيس البيتا يبقى الطالب اذكى علي ان اتفادى كل شيء من شانه زياده الميتابوليك ريت لاني عاوز اقيس البيتا اللي هو اقل حاجه. هو مين اللي بيزود لي ميتابوليك ريت؟ بس يبقى هم دول البيتا كونديشن. طريقه احفظها الاجانب. اكسرسايز اتفاداها، ايتنج اتفاداها، اكسبوجر تو ايت اتفاداها. يبقى مش عاوزين اكسرسايز عشان يبقى بيتا اقل ميتابوليك ريت. ارجع اكسرسايز. كومبليت فيزيكال اند منتال ريست فور هاف ان اور. راحه بدنيه وذهنيه كامله لمده نص ساعه. حتى لقطه حته عاوز يزودها على الكتاب. هل انت كده مرتاح بقالك نص ساعه؟ اقدر اقيس بالبيتا كونديشن وانت كده؟ لا، لازم تبقى لاين اويكن. متفتح صاحي. انت باللغه الشامي متلقح صاحي. مره اتعزمت على واحد صاحي اللي راته الرومانيه، قالت لي جميل، جاب لي ندوه هايله. اخر ندوه قالت لي ايه؟ ما تكون تتلقح لك شويه. ليه ما تنامش صحيح؟ هو اللي ما تتعالجش لغه للشالي تتلقح يعني تتصفح. ما تكون تتلقح. ده كده ما تعملش ايه؟ حتى نبقى مشوار قريب يقول لك ايه؟ مشوار قريب. فشخه فشخه. ايه ده؟ فاهم حاجه فيه مهاره انا حاطط اقول لك ايه عشان ما تنساش. لازم تبقى متلقح صاحي. اكتبها بقى لاين اويكن جنبها كومبليت فيزيكال اند ريست. ما ينفعش وانت قاعد، لازم لاين اويكن. عارفين العموم انا في حته شامي عشان بس هم ما يزعلوش. انا جدتي عن امي اساسا من سوريا. يعني بيا من كل حته، صعيدي من سويد من ناحيه ابويا وهكذا. في شويه حاجات
نخبط ده. لا جبت الام دي كويس كده؟ ام جبتني ولا مش هي؟ جبت الام يا ام جبتني اي وش اهو. طبعا طبعا هي هي طيب. لازم اول حاجه انا هيجي سرفايف كومبليت فيزيكال اند منتال ريست. النهار ما ينفعش انت قاعد تتلقح تتلقح صاحي مش نايم حاجتين. لان لا متبقاش اليوم عايز كده كل شيء. طب تاني حاجه انت بتتجوز من تمرين ايه؟ انا مش عامل دلوقتي على فكره. يبقى مش عارف ايه اللي يجي في الزاوية ده وليه يبقى مفيش أكل لمدة 12-14 ساعة. يسموها بروس أبسورب ستيت. طب عاوزين نحسها ده الأولانية. يبقى على اعتبار إنك راجل محترم تبقى قبل الإفطار. على اعتبار إنك أنت ما بتسقطش بالليل. خلاص يعني نمت بالليل ما قمتش تلقط. يبقى كده بقى لك 12-14 ساعة ما كانش. يبقى تبتدي بقى توصل فكرة ستيتي في الصبح. بنفهمها ازاي؟ قبل الافطار. تبقى دي روتينه جميله قبل الافطار. يبقى يسالك انت فطرت؟ تقول له لا هجيلك انت في الكونديشن. على اعتبار انك محترم ما رقصتش بالليل. وبعدين بقى كده عاوزين ايه تاني حاجه انت بتسال بتقول لي ايه؟ اكسبوجر تو كول. يبقى عاوزين كمفورتبل اكسترنال تمبرتشر. درجه حراره اللي هي مريحه. اللي هي مايزر شيفري ما بترتعش ولا سوتي زي الجو قبل لا تجيبه لا انت بردان ولا انت حرام هتكون كمفر درجه حراره خارجيه المريحه لشخص لابس بتبقى من 20 ل 25 كده هما مش كاتبينها بس عشان نشرح شويه عمل من 20 ل 25 درجه ميه طبعا لو انت بشراب اخضر فاهم يعني ايه بشراب اخضر يبقى هتضرب يبقى درجة الحرارة المريحة من 28 ل 31 هم مش في نظري بس انا بشرح عملي يعني اقول لك درجة الحرارة المريحة دي ايه؟ قول لي تفرق هل انا مفيش شراب اخضر ولا مفيش شراب اخضر؟ لو محترم كده مش هضرب 20 ل 25 انما لو شراب اخضر بس مفيش غير شراب اخضر يعني نيك نيك ده يا اخي ده ولا حد بالذات شايف حاجه الكونين بتوع الفرنسيين الناس دي مش من هنا فده مشهور يعني شراب اخضر دي قال له كان ايه لابس ايه قاعد يفكر كده شراب اخضر وايه تاني شراب اخضر كده ايه بقى اللي ما فيش غير شراب اخضر يبقى لازم تبقى درجه اعلى شويه طب انا هشيل ايه ده واحدة لما يسألك فين عملي انت مش نظري مش عندنا في نظري يعني بتتكلم في ملاجئ فين عملي يبقى حسب انت ايه يبقى تاني ما هي الجدر كونديشن انا عاوز اقيس عاوزك تعيش كويس انا عاوز اقيس ايه يعني عيش عيشة معايا اقل من تمويل البيت يبقى عليا ان اتفادى كل شيء من شأني زائد من تمويل البيت لان انا عاوز ايه البيت يبقى اكسرسايز يبقى كومبليت فيزيكال المنتال ليست براقه نار الوضع الوضع ايه؟ متلقح صح ايتي يبقى مش واكل بص على بص ستيل بقى لك 12-14 ساعه مش واكل الوضع ايه؟ قبل الافطار وبعدين مش بردان يبقى كام فتره السنه كام الوضع ايه؟ لو محترم مش هضرب يبقى 20-25 شراب اخضر 28 كده لو ناكد مرض عريان عشان لحد كل ده كله مش فاهمها خلاص لو نظرت نار تبقى 28 الى 31 برافو عليكم طب سوري بس انا قلت ايه حاجه غريبه يا جماعه عشان تسالني مش حاجه غريبه ايوه ايه دي اف تي دي اف تي دي في الصفحه تحت موجوده بص الناس الصفحه تحت هتلاقيها طيب نيجي بقى في نقطه مهمه جدا سالك في العمل يقول لك طب هل البيتا الميتابوليك ريت كمسوع الكلمه بيتا هي اقل من ميتابوليك ولا لا؟ لانها بتقل من السيب بيقللها خلاص؟
دي اللي هي النقطه اللي بعدها. يا بيتا انت بقولك ايه؟ انا عامل فول وورك اللي بعدها، يعني حاسس بدات باللي بعدها عشان اتس نوت ذا مينيمال انرجي اكسبندشر، قال ديكريس 10% باي بي. ازاي السؤال هنطلع فوق اللي بيقول يا معلش اسف مش ماشي بالترتيب لان ما كنتش بعرف اسمع الكلام. طب تمثل ايه البيتا الميتابوليك ريت دي؟ دي unavoidable، لا يمكن تفاديها، cost of life، اقل سعر تدفعه للحياه وانت ما بتعملش اي مجهود وتلاقح صح مش واقف مش بغداد، اقل سعر. طب طالع منين الكلام دي وانا قاعد كده مش اي حاجه؟ انا ما فيش اي حاجه بس في حاجات شغاله، الهارد شغال بيطلع سعرات مش قادر اوقف النفس، بس شغاله الميتابوليزم شغال في ليفر، لان قلت كل التابل بانكريس بيحدث في ليفر، ذا لارجست جلاند ان دي بودي، ذا ريتشن اوف ذا بودي هو الليفر، فده بيمثل الحاجات دي. طب نيجي بقى نورمال ستاندرد. نورمال ستاندرد هتقال لي هنا عندي حاجه اقولها، عارف مين بيدفعه اقل كوست للايف؟ اليهود الجيوش. I'm not kidding. اقل بي ام ار، يعني سبحان الله ما زالت دلوقتي حتى في سعر الحالي بيدفعوه اقل بي ام ار في الجيوش، انهم فيري بيور ريس ما بيتجوزوش من بعض ابدا ابدا، لازم كده. فالبيور ريسز والاكثر بيور ريسز في الدنيا غير بتوع الجيوش دول عندهم اقل بي ام ار. انما الجيكس ريسز اللي حالاتنا يقول لك حتى لو ليه اصله ما عداش على مصر، كل الغزوات عدت على مصر كانت مرضوها فرنساويين ومش عارف مش اشكال ايه اشكال. احنا بقى عندنا فنجريه هاي بتسوي بيزا بتسوي بيز كومبير لليهود. بيو ريسز اقل، بس دي معلومه مش كاتبينها بس بقولها لك. مين يدفع اقل من دي ام ار؟ اليهود. بتمثل سعر الحياه، اقل سعر يدفعه مين؟ اليهود. دين بيو ريسز. احنا ميكس ريسز. الله اعلم، يا ستاتيستيكا اللي هو كده. فنجرة. حتى الاغنية تقول لك اصله ما عداش على ايه؟ مصر، كل حاجة عدت على مصر. هو ايه؟ اصله ما عداش على مصر، يعني كل الدنيا عدت على مصر. فرنسيين راحوا المنصورة تلاقي ناس شكلهم فرنساويين. في السودان ناس شكلهم سودانيين. كل عدت. ما علينا. عادي عادي. نورمال ستاندرد بقى، المفروض الشخص الطبيعي يطلع قد ايه؟ قد لنا يطلع 40 كالوريز في الساعة متر مربع، كل متر مربع من حقك تزيد أو تقل عن هذا الرقم 15%. من لازم تقولها له كده صيانة كاملة. هتكون رقم صعب الواحد يتخيل. يحنا مش شبه وعلي بابا هو ده بي ام ار. فانت لما بربطها بحاجه فاني تفتكرها 40 كالوري في اور في سكوير ميتر سيرفيس اريا بلس اور ماينس 15%. طب ازاي نحسب البي ام ار بتاعتك؟ لو انت طلعت 60 كالوري الصبح ما نكتبش انت بتطلع كام؟ ما نكتبها ازاي؟ نكتبها الانحراف المئوي من الطبيعي. الانحراف المئوي، انا بتكلم عربي، percentage deviation from normal، الانحراف المئوي من الطبيعي. مثال اسامه مثلا بيطلع 60، النورمال كام يا اسامه؟ 40. يبقى اسامه منحرف. اسامه ايه؟ منحرف 20 صح؟ 20 تمثل كام في المئه من 40؟ فبتبقى بلس 50%. ادي ازاي بتبقى اكسبريس percentage deviation from normal. لكن لو كان سبب يطلع 40 يبقى الانحراف بتاعه كام؟ مفيش، يبقى 0%. 0% مش معناها ما بيطلعش، 0% يعني بالظبط بيطلع 40، ما عندوش انحراف، هو الرقم الطبيعي واحد، مفيش ما بينهم فرق، الفرق بينهم 0. فالبي ام ار از ذا برسنتج ديفيشن فروم نورمال. طب نيجي بقى فاكتورز افكتنج ميتابوليك ار. فيزيولوجيكا. مش
كيف حاجة بقولها بس استاذ علي سؤال أي لأنه مربع من الجهد انت تطلع لك كده 1.8 نعرف ازاي نسطح جسمك بمعلومتين بمعرفة الطول بالسنتيمترات والويت بالكيلوغرامات وبالرجوع الى هيل مش تيبل بس ده مش موضوعي دلوقتي عشان هلكم ازاي نعرف سيرش اريا تروح لراجل بربع ميل قاعد في منطقة حيوانات لا بياخد 50 ده ما بيخاف مني 50 يجيب وزنك ويجيب طولك لا قال لي التذكرة غيري التذكرة بقت بجنيه طيب تعجنين حالات وقت لو رحت مش بربع جنيه بجنيه بس وتأكدتي من طابور الكريتي يا بابا ال 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 تعالوا مني شوية البنات أبرد شوية صبيان يعني عندهم شوية برود خلاص هو 7% 7% ليه طيب بس عندهم مطنز أقل اللي هي بتطلع حرارة وفات أكتر اللي هي ما بتطلعش حرارة. طيب. أنت بقول لك إيه إنكريز دبي لما أقول لك إنكريز إيه أهم حاجة بالثري إيز. الثلاثة إيه؟ صح بالجروب بالنمو. مش كده في الأطفال بتبقى أكبر. في منسي. ستة بتقيس لواحدة وهم أكشر اثنين. طب بتقل بإيه أنت بقول لك إيه؟ بالتعريف. البي إم آر مش أقل لا مش أقل أنت بقول لك إيه؟ بالسكيد. السكيد بينزلها كام في المية؟ 10% بالفعل دي من رائع الخلق والخالق سبحان الله انك انت واحد ما بياكلش طب ما هو يحرق ازاي هو ما بياكلش فربنا خلى الحرق يعني اقل حرق وانت مش وحده ما عندكش حاجه تحرق الفات اند ديكلاين هيت ايج بالتقدم العمر باثولوجيكال بقى ان انت بقول ايه الانكريز دمار بيزيد بايه؟ زياده البادي تمبرتشر الوالفيفر كل درجة كتبها حتى لو مش كاتبينها كل هوم ديجري بيجاوبها 13% خلاص كل درجة بتزود 13% في مين أقل 7% في السليب بينقص 10% كل درجة حرارة ارتفعت تزود 13% مش كاتبينها مش عليك عاوز تحفظها مش عاوز مش مهم زيادة الفيران فاكر من هايبوثايرويديزم كان بيجيب 100% وفي الهايبو كان بيقل 50% فاهم كل هذا الكلام ادرينا نظام هرمون ادرينالين بيجاوب التوليد مالجنسي البوليفاسين الفكره واحده خلايا تتكاثر سواء مالجنسي او بوليفاسينيا مش معنى ركز على البوليفاسينيا قلت لكم ان اكثر عدد من خلايا الجسم هو الار بي سي 5% من خلايا جسمك ورد دم حمراء اي خلايا تتكاثر تزود طيب ده سؤال نظري مهم وسؤال اثنين السؤال اللي بعد كده ده عملي بقى دي مقاطع فاضل وانا قلت لكم شويه حاجات سبيسيفيك دايناميك اكشن نظري مهم والسؤال في رقم ثلاثه غالي تاني انت كانت جرام بروتين صح ده دي كانت كلمه ازاي 4.4 هتطلعهم ازاي دول فين كيتشن وذا بادي ليفر يبقى انت تديهم ليفر يبقوا ميتابولايز يتطبخوا عشان يطلع منهم 4.12 عمليه الطبيخ دي في ميتابوليزم هي نفسها بتضيع حرارة، يعني أنت ما تقدرش تاخد كل الأربعة واحد عشرة كده. زي ما يدوني شيك بمبلغ 100 جنيه. يبقى أنا براكتيكالي معايا 100 جنيه. بس عمري ما هعرف أحصى عليهم إني هاخد تاكس أهو في البنك وتاكس أرجع من البنك. فـ ضاع جزء منها. فعشان أحصل على المية لازم أضيع جزء. هو ده اللي بيسيب الدايناميك أكشن. ما تقدرش تتفادى الضيعان ده. أوبليجاتري، أوبليجاتري يعني لو إجباري. energy expenditure due to a food metabolism in liver يبقى مين الاورجن سؤال شبهه اللي مسؤول عن السكيم دايناميك اكشن؟ الليفر لو شلت الليفر ما بقاش فيه سكيم دايناميك اكشن طبعا هيموت الانيمال بس ده عملناها كتجربه تستاهل الانيمال هيموت بعد يومين ثلاثه ان الاورجن اللي بيحصل فيه الكلام ده هو الليفر البروتين اكثر اكل تنقل منه حراره صوره ايه؟ 30% من السعرات اللي موجوده في البروتين تنقص. الكربوهيدرات 6% الفات 4% هنا نخلص لطالب ذكي انا عاوز اعمل ايه؟ يبقى عاوز اكسب ولا عاوز اخسر؟
او ضغط. ازعل حاجه لفرد السببين دلوقتي بقى في الناس. انها تكسب كتير الجرام دي كام؟ 9.10 واقل اكل تخسر في المتمرين بتاعه. 4% بس من 9.10. يبقى عشان كده الذات لا يستقيم على الاطلاق مع الرجيم. الايس كريم والسبورت والجاتوهات والبلاوي دي كلها لا تستقيم مع الرجيم. العكس تماما البروتين. 4.1 عليه طب وزيك مريض بس اكتر اكل بتخسر منه بتخسر ثلث الكميه. 30%. وحش ليه في واحد عامل رجيم عاوز ياكل وما يكسبش سعرات. ده احلى حاجه عشان كده الرجيم اساسا عباره عن لحمه وصلاه. الرجيم لحمه لانك انت بتكسب قليل 4.10 بتخسر كتير. السعرات دي هتطلع منتهى سوره حرام. 30%. وده التمرد عن الكربوهيدرات، واحد يقول الكربوهيدرات فيها برضه ضعف معايا، بس بتخسر فقط 6%. طب واحد يقول لي طب انت قلت ليه سلطه؟ هي مش موضوعنا، اصل السلطه دي سليوز واحنا ما بنبذلش السليوز. فمواد مليئه كده تملى خليك فول تانك وانت ما استفدتش حاجه. فاحلى حاجه البروتين والسلطه، لكن بتعرف انت تجيب البيزنس. اللي عاوز يخس، عاوز يكسب ولا يخسر؟ هنجيب اكل نخسر فيه، مين اكتر اكل بتخسر قلت الكالوري اللي فيه ده فيه بدايه سوره حراره؟ بروتين، هو اوريدي الحراره فيه قليله، الكلام فيه 4.10، العكس تماما هو مين؟ فات، تكسب كتير وتخسر واللي عاوز تخسر كل فات. مرات خلص البكر. كان واحد مخيب العطار ما كان بيشهر احمد عدوية. كان في مخيب العطار بيبيع مربى يعني للسمنه، الناس كلها بتتكلم على الوضع وهو بيتكلم على السنة والجمال. فكان بيغني اغنية في التلفزيون احمد عدوية دي شهرته انه ممنوع كان في اذاعة عين الفن المحترم. كان ممنوع احمد عدوية يغني في الاعلام. مش كل واحد يتمرمغ على الارض يغني. خلاص فيعمل ايه بقى عشان يتحايل على دي؟ خضر العطار عامل مربى للسنة والجمال. فعامل ده اعلام. اعلام بقى ده ما بيغنيش. بس الاعلام مين اللي عامله؟ احمد عدوية. فدي اكبر اغنية شهرته وهتبقى تغنيها بعدين. فالبلد قال ده بتاع السنه فاهم ليه؟ تكسب كتير وتكبر احنا العالم كله بيدور على حاجه اتجاه العكس دلوقتي. هم دي الماوس هناخدها بعد شويه. عايزين نرفع بروتين مش بشري مع ان هم الاثنين فيهم 4.10 بس البروتين بتكبر كام؟ 30%. طب هو بتكبر كام؟ 6%. قال على حاجه ثانيه في ميزه ثانيه البروتين في البلد. اصل البلد انت عاوز تخسر يخوض الحرارة فيه عشان كده لو يوم برد قوي احلى حاجه ابو شعره. بروتين تروح تخن كده بعد ربع كباب او التوم ومريض منه بتاع عجيب دي توم كمان. طيب خلك تمام اكيد في ليها حراره. بس تيجي كلامك اكشن. طب الطاقه اللي طالعه الحراره دي جايه منين؟ جاي من فود نفسه او من المختزه ما مش فارقه. انا طلبت الشيك دفعت تاكسيين دفعتهم من الشيك دفعتهم من فلوس ايه؟ مش هتفرق. وتقعد اب تو 6 اور خدت الصفحه من بره. فود انتيك هي بقى لقاء مع الفئران اللي هن قلبك. فود انتيك الابيستان ابيتايت سؤال مرة مهم واستقال في رقم 4. أبستات أند فاكتورز أفكتينج فود انتيك. ما أمامكم ليس بالأجمع ليس بملخص. إنما في الموت فيها كل حاجة وكل حاجة موجودة. مفيش غيرها. هدية كده. خلاص عشان عارف بناته فعاوزين نلم روحكم بقى. مفيش غيرها ب 14 واحد. عايز مرة بس فيها مناظر مش هي اللي هو الابستان. زي ما قال لنا اليوم بنت الطالب اللي هو اقترحها ان احنا الفيدنج سنتر موجود في اللاترا نيوكليالي. الساتاتي سنتر موجود في الميديا نيوكليالي. فالراجل قال يا دكتور ما نحفظها سن حاجه جنب الثانيه. طب شكرا وكل مره هقولها اقول مين اللي خلاص دور طبيب في الجيش دلوقتي. بس بعد في الجيش في الارض.
فقلنا الصفات دي زي العبد الله غاوي جلوكوز، يحب الحلويات قوي 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 قوي. ودي زي ما قلت لك غير زياده، شاي قهوه سجاير الكلام ده كله مفيش حاجه علاقه بيه. فانت الجلوكوز دي الصفات الثالثه ده اللي اكتف الدخان اللي بيحبه، هو عامل انهبيشن لمين؟ في ده تعالى ايه نشوف لو عملنا ستيميليشن يحصل ايه، لو عملنا ديستراكشن يحصل ايه. لو الفيدنج سنتر عملت له ديستراكشن يبقى مين شغال، عملت له ستيميليشن يبقى تاكل تزيد ابيتايت، او لو عملت له ديستراكشن يبقى مين يفضل الشتات، يبقى ايه اللي يحصل؟ ما تاكلش. لا غلط. تموت فيتال انوريكسيا، تمتنع عن الاكل حتى الوفاة. مش تخس، الإجابة غلط، تخس تتوقف عن الأكل حتى يتوفاك الله، لأنك أنت فقدت غريب الأكل. مفيش واحد يقول طب ما هاكل ويتكلم عشان أموت، مفيش كده، ما بيحمل لا يمكن. دي نقطة فيتال، فيتال يعني مين؟ أنوريكسيا. إنما أنت بقى لو عملنا ستيميليشن للفتاة مش هتفقد الأبيتايت تقل. طب لو عملت لها ديستراكشن لا مش هتفقد. يحصل لك فجعة بعيد عنك، هيبقى وبيت وتهمة فجعة وتهمة. ده مين اللي تموت لو قعدت تحت امرة ايه؟ فتاة تانية. مين البوليبيبتايد ذا تريجريت الابيتايد اللي هم الكيميكال ترانسميتر؟ انا مش عارف تركزوا غير في اول اثنين الحقيقة. هم دول مهمين قوي 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 ولازم تبقى حافظهم. اللي بيخليك عاوز تاكل البوليبيبتايد واي؟ والطيب ده ده مهم. ويخليك ما تاكلش الانبر ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. طب في حاجات ثانيه زي ايه اللي تحتها؟ الكوكايين اند الامفيتامين ريجيليتد ترانسبيز، يخليك ما تاكلش. حتى اختصاره سي اي ار دي، كوكايين وامفيتامين ريجيليتد ترانسبيز. الكورتيكوتروبين ريليتنج هرمون خدناه اللي هو بيطلع الاي جي اتش، بيطلع الكورتيزون، بيرفع الانفلاس، الكورتيكوتروبين ريليتنج هرمون ده بيقلل الابيتايت. انما انا ما يهمنيش الاثنين. مين يخليك تاكل؟ مين يخليك واي؟ مين يخليك ما تاكلش؟ الفا من الانفلاس كريتيك هرمون. مين يخليك تاكل؟ نيوروبيبتايد واي. خلاص؟ خليك ما تاكلش الفا من الانفلاس كريتيك هرمون. فور مين هايبوثيسيز يعني نظريات كنترول الفود انتيك. فادع يبقى تكتب عن الابيتايت وتكتب نظريات. في أربع نظريات. أول نظرية اسمها لايبوستاتيك هايبوثيسيس. مين هرمون اللي دخل؟ ميوسين. مفيش غير واحد، حفظته الأجيال، كده نو تايم أعرف الشخص ده معايا ولا لا. مين هرمون الوحيد اللي دخل؟ كنسل. صح. ربنا عمل كل حاجة على ميزان. طب مين اللي رفع ليبتن؟ بس ده مش متداول أوي، الناس مش عارفاه أوي ليبتن. حتى كلمة ليبتن في اللاتين معناها ايه؟ رفيع. يعني دخل ايه؟ طب اللي رفع يخليك فين؟ اللي هو الليبتن. طيب شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى عامل كل حاجة كومبيوترايز. لو انا اكلت كتير هدخل الفات سيلز فيه. صح؟ فتطلع مور ليبتن. فده يقول اتلم بقى، باك اكل كده ايه؟ اعمل. فكمية الليبتين بروبورشنال للفات اللي فيها. عشان الموضوع يتنظم، تاكل كتير فات دي يطلع بقى الليبتين يقفلك الشيء، يقول لك كفايه كده بقى اتلم عيب. طب ازاي الليبتين ده يخلينا نشتغل على الهيد فالمس، يخلينا نخس بطريقتين؟ بيديكريس الفود انتيك ويداون انرجي اكسبندج. هتقول لي دي صح الشكل اللي احنا بنحكي عليه، طب ليه انت اسهل بلاش؟ طب ممكن تقول واحده بس مع بعض بيبقى الطف شويه. بنتهي ده الحب. عليك في الباب عاوزين نخس. طب تعالى بقى ايه شويه نحرق نحرق شويه الاكل بقى. بعد حرقنا اكل هنا طب بقى نطلب اكل، يعني هنطلب اكل يبقى حرقناها ناكله؟ لا مش هياكل النهارده. يبقى عشان نخس النهارده مطلوب حاجتين، نحرق وما ناكلش. انا عارف ان نحرق ما ناكلش. طب هو ده الفانكشن اوف ليبتين، ما ناكلش يقلل فود انتيك ونحرق يزود الانرجي. لكن لما الواحد يقرا في دكتور ميتابوليزم حاسس بقى انه بيقرا علم بقى. ازاي الهبت بيخسس؟ انكريس بوتين كده انكريس انرجي اكسبندج. هو كان ده
انا كوتشي ونحرق. طب ما تاكلش ازاي؟ يبقى مين الكيميكال ترانسميتر اللي كان بيخلينا ناكل؟ يوروفايت 1 يقللوا. ومين اللي بيخلينا ما ناكلش؟ الالفا جرام فاست ريدي هرمون يزود. طب عايزين نحرق، عايزين نحرق، يبقى يزود حاجه كانوا مسمعين ايه؟ لما التكريت تطلع مفروض نشيلها بصوره بصوره كومنت الاي تي بي في مات كومنت حاجه خدتوها في البايو حافظينها احسن منكم. يبقى نعمل اوكسيديشن من غير فوسفو ريليشن، انكابلينج اوكسيديتيف فوسفو ريليشن. دي اول نظريه صعبه؟ ما تقراها بقى ليه؟ مش كلام صعب جدا. مين اللي دخلك؟ انت اشتغلت مع بعض هنفهم احسن احسن حاجه. مين يرفعك؟ تلت معناها ايه؟ ارفع الفات خش في الامام فات يقول لك اتلم ايه حياه وما تاكلش عشان تخس. جات هايبوثيسيس لما ناكل كل الهرمونات بتطلع من الابر بارت اوف سبورت ستيت. ربنا عمل نظريه حلوه قوي قوي. اصحى هايبوثيسيس ناكل يطلع غلط انسان هرمون، ناكل اكتر يطلع غلط انسان هرمون ده اكتر. يبقى غلط انسان هرمون ده بيدل على كميه اكل بتاكلها. فربنا خلى عشان الموضوع يتلم يغلط انسان هرمون دول انهيبت الابيبايد العمليه المنظمه. ناكل كتير ازاي هتتلم؟ يطلع غلط انسان هرمون كتير يعملوا انهيبيشن اللي هي الهيبت فلانت يعملوا الابيبايد. انا مش فاكر طب مين اهم واحد فيهم؟ لا لا ممكن اجيبه اجيبه. هو مين اهم واحد بيطلع بالاكل؟ اكل 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 اكل. الامبراطوريه في ال سي سي اي بس هو ده اهم واحد. السي سي اي بتاع اتش ال، الجي اي تي بتاع اتش ال وشويه كربوهيدرات، الجاسبين ده ديستنشن وفيجاس. انما اللي مخه كله اكل هو مش كده. اهم واحد فيهم هو سي سي كي، ويشتغل هذا السي سي كي سنترال مور امبورتنت على الهيبو ثالامس وعلى البريفرال ريسبتورز. كان بقى البيبر اللي هي في الاستومك والحاجات دي والتيست والسمات. ثالث نظريه اسمها جلوكوستاتيك ثيوري اهي مرسومه فاضل. استفاد سنتر كمان عبد الله يحب ياكل ايه؟ جلوكوز. لما ياكل جلوكوز يبقى اكتف يجيب ال هيلينج سنتر. لان لو بتبقوا صدمه انكريز ذا جلوكوز اقرا حط خط تحت جلوكوز عشان تتفخر. هيزود الاكتيفيتي اوف جلوكوستات اللي هو منظم الجلوكوز اوف دي ساتايتي خط تحت ساتايتي يبقى جلوكوز شغل ساتايتي. فهينهبت الفيدنج سنتر خط تحت الفيدنج سنتر اند فايس فيرس. امبروف كلام بسيط. لما تقراهم عليهم كتير بتتعقد. هم دي كتير حاجات بسيطه. لو حصل هايبوجلايسيميا يبقى الساتايتي ينكد فتاكل كتير صح؟ بالعكس لو حصل هايبرجلايسيميا تاكلش كتير. عشان كده حتى كنت قلت لكم الام بتقول للطفل يا بابا ما تاكلش حلو قبل الاكل كده نفسك هتتقفل على الاكل. يعني الامهات ربات البيوت بيتكلموا في السيرجي. لما الطفل ياكل حلويات قبل الاكل يبقى الجلوكوز دي يبقى ستايل سيستم هيبقى اكتف ينهيلي تلاقي ينهيلي مش عارف. تاخد لك حقنه انسولين توطي الجلوكوز تحس انك جعانها بموت وده قبض الهي ده بروتكشن. عشان لو العيال نسي يكبر بعد الانسولين ممكن يحصل له هايبوجلايسيميا الكبر يموت. فربنا خلى الانسولين حتى لو نزلت هتحس بجوع عاوز تاكل. طب سؤال لطيف. طب ليه العيال عنده سكر؟ ويكون ليفل عالي قوي؟ لان عنده سكر. بياكلوا كتير عندهم بوليفاجي هو ده ليكس ليكس. لان الجلوكوز ليفل عالي بس الستايل سنتر مش عارف يستدعي ليه؟ كانه مش عارف لان الستايل سنتر هو الجزء الوحيد في المخ او من الاجزاء اللي هي في المخ اللي ما بتحرقش الجلوكوز من الانسولين. البرين بيحرق الجلوكوز من الانسولين ما عدا شويه حتت قليله من اهمهم الستايل سنتر. حتى تعديل كانوا علموه لنا فين يقول لك ايه؟ بافرتي امينس ابريتي. الفقر في وسط الوفره. يعني عارف لما يكون في وفره وانت الوحيد اللي ما بتاكلش او ده الستايل سنتر. العيان اللي عنده سكر الستايل سنتر بياكل جلوكوز والجلوكوز حواليه مالي الدنيا الجلوكوز حواليه ومع ذلك مش عارف يستخدمه كانه فقير مش لاقي جلوكوز برغم ان الجلوكوز حواليه
كتير. الفق وسط يوضع نظر في بتعبير حتى ادبي اميتش بلندي. لما تبقى دول مغلة في الصلاة وفيها ناس مش قادرة تاكل يقولوا عليهم الكلام ده. نظر في اميتش بلندي يعني ناس مش قادرة تاكل في دول اساسا متخنة في الصلاة. حرام ده؟ لا صح. او سبب تلقى في نفس الوقت. ابدو سامهم مرة. كان مستهلك هيدروجين. انت الاجابه وانت قاعد بس طب بص مش جاوب السؤال ده احنا بنجوع في البرد ولا في الحر؟ ليه افهم ليه؟ لك ليه ربنا خلى البرد يخليك تاكل؟ لان الاكل عنده حاجه اسمها سبيسيفيك دايناميكس اكشن ايتي مزود الميتابوليك ريت خدناها من ضمن الثلاثه ايه؟ ففي البرد لازم تزود الكالوري عشان تحافظ على درجه حراره الجسم ثابته برغم وجود الميتابوليك. فربنا خلى البرد استمرار في الطعام. Decrease body temperature below a given set point. Set point اللي هي النقطة اللي مظبوطة عندها الهايبر فايرال فيها 37 stimulate 35 ادي التيرس. ستيل تابع سؤال ما خلصش ده أكبر سؤال في الفيتامين. Other factors that affect good steak تابع بقى. Sight منظر الأكل. شمال رائحة الأكل. Taste طعم الأكل. ممكن يجاوب وممكن يروح في الاستاذ طبعا انت فاهم ريحه مهببه طعم مش هو هتتقبل لسه في السفره فوق معانا كنت تاكل اي حاجه تتجوز تتعود تاكل اي حاجه تقدم لك جميله ايه العظمه دي تدخل تتقابل جوه وتطلع يبقى السايكل اللي بينه وبين يا يجاوب يا يوقف خد التاني اهم عامل اللي هو اللي جاي ده المعده اكتر حاجه توقف الاكل هو التنشن اوف الستومك في ناس ما بتقومش غير لما تتشال شيء من على الاكل لازم اكون فاهم لازم يجيب لها الفاهم الاكل ولا ما يقومش مش كده من اهم علاجات الناس بقى اللي بيتخانقوا قوي اللي بيضروا المعده عشان تمتلئ بقدر قليل حطوا عليها احلام او يلبسوها في انواع كتير تعبيات او يشيلوا حته كبيره من المعده بحيث حته صغيره تستلم اقل اكل. لان المعده دي يعني معنى كارثه. وبالعكس لما تكبر يجي لك هانجر بين. هي عملت بين تاك ده لف في لما يكبر بقى يجي لك هانجر بين. يجي نبع ثلاثه جراوند بان. ده بقى لوحده مره سؤال عباره عن افا ايه النظري مهم يعني حته من السؤال. السكاب جراوند بان ايه فيها طبعا ما كانوش بيمشين عليه. بس احنا عندنا نوعين انسان. انت وهو انا دلوقتي عندنا معظم الانسان معظمه كيلو فات. انما الانفل الانفل عندهم كتير قوي جراوند فات. يبقى موجود اكتر عندنا في جراوند فات بس هو اكتر في الانفل. فين بقى موجود؟ ما بين الايد كابي انت ايه فيها جاوب جاوب وانت يا جنين. قال مؤاخذه ده مؤاخذه على الجنب. يا فلا او الدفع. حتى المثل يقول لك ايه؟ الدفع عمل والبرد لحاس الاب مش الناس ما تبقى الواحد يلحس ليك ايه يوم ليك وسليك الواحد يلحس اماك. ده ده عمل. ما هنا في شاب براون باك وهنا في براون باك. احنا عايزين ندفن الدم مين اكبر تو بيزنس عندك؟ انا بتامل معاك والفرق بيني وبين الاخرين ناس تقرا انا ما بحبش اقرا بحب اعيش الكلام اللي بقوله. عاوز انت حتى لما بعد الثالثه الثالثه تلاقي ناس عماله تقرا انت بقى ما تروح فين تامله؟ هنقول ليه؟ اسال روحك سؤال ما بيكتبوش ابدا الاوضه. الدم هذه المدافع احنا بنقول احنا اساسا هوميو ثاني احنا بنقول احنا حرارتنا ثابته نقصد ايه اللي ثابت فينا حراره الدم تطلع مين اللي ثابت ينزل ويطلع الدم اهم حاجه بس تبقى 37 مين الدم عشان كده ربنا في الانفنت حط الدم فلات حوالين اكبر تو ليتر انا فيه وكده مين اكبر تو ليتر مين اكبر ليتر هو فاهمكم في واحد كان كده فالنظري ها موجود عندهم براون فات في دفن الدم. يبقى كام حته من البراون فات على
بين اثنين كذا وعلى الجزء وعلى الجزء. انا الحته دي عايزك تتغنى معايا فيها بس انتوا بعض كله حاجه جميله. انه البلان فارد ده تزيد الالكتريك بلانكت مش عندنا التعبير بطاريه للكهرباء. بلانكت يعني بطانيه، الكتريك يعني الكهرباء. لو ربنا بطل فات ليه بقى؟ امبارح واحد تاني كده بس مش هقول برضه الفات السيرفس اريا بتاعته ما تقولش نسبة إلى وزنه معتبر قليلة ولا كتيرة؟ كتيرة. فاضطريت أقول المثال يا قدر اللي هقوله دلوقتي. لو قالوا لك في البيت هات 4 كيلو بطيخ خلاص؟ هل ينفع ترجع لهم ببطيختين صغيرين وزنهم مقتنعين 4 كيلو؟ اضربوك على دماغك بين فردتين. ليه؟ لان ايه عيب البطيخه الصغيره؟ ان قشرها نسبه الى مش قشرها اكبر من الكبيره. بطيختين كل واحده 2 كيلو قشرهم اكثر من واحده 4 كيلو. قشرها نسبه الى وزنها يعتبر كبير. الانفنت والتشايلد عنده ريلاتيفلي لارج، ما بقولش لارج، بحب البرسبكشن. ما قلتش انه اكبر من الكبير. بالنسبه للولد الصغير ده سيرت الدنيا رهيبه. مش واي ناس يا غدر مش اي وي ار يجيب بطاقتين عشان ما غدر دي. ان شاء الله ما يشيلش. كده العيله كانت عيش. ما حدش يجيب بطيخ صغير ليه؟ عشان ما ياكلوش عيش. القش كتير قوي بالنسبه للولد البطيخ الصغير. بالنسبه اللي جواها القش كتير. فالانفنت يا غدر اديني بشرح شرح طفولي اهو. المغلط وبعد كده بقى بتشافه من الام كيو. الانفنت عنده مش لارج مش سمول ريلاتيفلي لارج ريلاتيفلي لارج سيرت اريا. فبيحصل حاجات كتير قوي مش كده ربنا غطاه بالبراون فات على ظهره حطه ما بين السوس كاتي. ومين بيبرد قوي؟ الجامعة حط له قفاه. ومين اللي عاوزين نثبته على 37؟ الدم فحطه له في الاوضه برضه. تامل في المكتوب مش ان احنا اقوله ورايا مش بكتان نقعد نقولهم ونعيدهم تاني ونعيدهم تاني. نتأملهم احسن انتوا يثبتوا في كده. وبعد كده من ثالثه لثالثه محدش هيتأمل معاك. انتوا علمتكم تدخل طريقه ازاي تاورجنايز المعلومات، ازاي تنظمها، ازاي تفكر فيها. وين ثينكينج اهم من المعلومات. بجد المعلومه اللي بعد كده ان هذا البرام فان از ريتشلي سبلايد باي سيمباثيتيك. دور على كلمه سيمباثيتيك. This is special form of fat is extensive sympathetic innervation. حطها في الاحتياط. sympathetic بيطلع مادة ايه؟ نور قديم ولا ادرينالين ولا الاثنين؟ نور قديم فقط يا غلا فقط. عمره ما طلع ادرينالين. عشان بعض المعجبين يقول لك طب ازاي هيشغل الالفا دي؟ ومين قال النور قديم بتشغل الالفا بس؟ بتشغل الفا مين؟ لكن برضه بتشغل بيه. ده اجابه السؤال اللي هم المعيدين مش انتوا مغمضين فين. السمباثي بيطلع نور ادرينالين فقط ومع ذلك بيشغل الالفا ويل. ده النور دي ما بيشغلش الالفا فقط، شغل الفا مين بيشغل بيه. وادي دليل اهو بيطلع نور ادرينالين. فبيسيبكم من الاندرام فات بي 3 بي 3 هو كده بص يعني اعملها كده بس بي 3 لازم بي 3 احنا خدنا في بيتا 1 وبيتا 2 ده بيتا 3 بقى اللي عندنا في فات. طب بيعمل ايه في المزادي؟ خدناه في قصه محمد عايز ايه على الفات؟ بيكفر الفات زي بولس طلع منها فيه باقي قال عندي ماده اللي هتطلع حراره. جبت لك الحاجه اللي هتحرقها للبيبي طلع بيها حراره دافيه. السمباثيك جاب له في باقي قال ان البراون فات از ريتش سبلاي بيل سمباثيك اللي بيطلع ماده نوع دي وقت عمره ما طلع بايه؟ صح؟ اللي هو بيشتغل على انهي ريسيرفر هنا؟ اول ما نسمع عنها بيتا 3 يعمل ريبورت لان في فاتي اسيد. عايزين نحرقها بقى. مين الباور يونت؟ مين الباور يونت في الجسم؟ لا حلوة انا بدوس فعلا الطلبه ما شفتهمش يقولوا ده يمكن انا شفتهم. مايتوكوندريا بس العدد كله مايتوكوندريا كوب واحد. مايتوكوندريا يبقى انا جبت المصنع هو مايتوكوندريا. المايتوكوندريا يبقى لازم الدرام فات لواحد فاهم
بيبقى ريتش ريتش بالمايكرو بومب. ريتش بحاجتين سمباثيك اللي هيجيلي فري فادي اكت عن طريق البيتا 3 ريسبت وريتش بالمايكرو كومبريا. مايكروبريا في نوعين من مايكروبريا، اليوجوال تايب ده بيحرق الفري فادي اسيد يطلع طاقه يحطها في صوره دي تي بي. خلاص؟ اللي هو تايب ايه؟ تايب ايه ده اليوجوال. اليوجوال انور بروتون ده بيعمل كونتاكتنس ذات جنريت اي تي بي. المهم ده هو السكند بروتون كونتاكت. Does not generate ATP. ما بيعمل ايه؟ بيعمل انتوا عارفينه uncoupling oxygen phospho relation to generate more heat and less ATP. ادي الاجابه النموذجيه للسؤال اللي جه براون فات. هل الادلت عنده ولا ما عندوش براون فات؟ برضه سؤال في الاي كيو حسب الشرح اللي انا شرحته، عنده ولا معدوم من البراون فات؟ عنده ازاي؟ مين عنده ادلت؟ بيبي ثلاث حتت بطانيه على ظهره ريستوس كاتب الجازة نيفو زانيك وحوالين الضواج بس عشان احنا عاوزين دف الدف. طب عشان يطلع حراره ربنا خاصه بشيئين سمباثيك المايكرو كومبلكس. سمباثيك عاوز انت تقرا تبقى حابب هو ده بيدي الماده الخام اللي هي الفيتاتي اسيد هو ده اللي بيعمل الكواليتي عن طريق نوع الهين عن طريق بيتا 3 وعنده نوعين من المايكرو كومبلكس. اليوجوال بروتين ده اللي يطلع اي تي بي والسكند تايب ده الاهم ان انا ما يطلعش اي تي بي ده يطلع مور هيت اند ليس اي تي بي. ذا تو كومبوننتس اوف هيت برودكشن افتر ايتينج يعني بعد ما تاكل التو كومبوننتس اوف هيت برودكشن هم السبيسيفيك دايناميك اكشن قلنا ما بتاكل بقى اقل سبيسيفيك دايناميك اكشن وسلور انكريس في الهيت برودكشن ده جاي ايه لسه قايلها السيمباثيك ستيميليشن اوف براون فات افتر ايه؟ طيب وبيت تخفى. This is the most common nutritional problem أكثر مشكلة غذائية في العالم. نمبر 1 مسألة رقم 5 البراون فات ده سؤال ده سؤال في أمريكا عندهم شانل تي في شانل مخصوصه للاوبيك انهم عندهم اكبر نسبه اوبيك في العالم. ليه؟ لان محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي المرحوم ربنا يديله الصحه اللي هو كان ماسك مؤسسه الاهرام كان كده يكتب على امريكا يقول حيث يخيض اللبن والعسل ذا لاند اوف بلنتي كميه اكل بالهبل فعشان كده عندهم تؤمه بالهبل فدي اهم بيدفعوا مليارات عشان يعالجوا الاحتياجات دي تقفه دي كارثه مش حاجه حلوه. نيجي البادي ماس اندكس انت عاوز تعرف انت تخين ولا مش تخين. بادي ماس اندكس تقسم وزنك بالكيلوغرامات على مربع طولك بالمتر في السنتي. هتاخد مثال سهل واحد وزنه 100 كيلو جرام حط 100 فوق طوله 2 متر انا عارف 2 متر كتير يعني عشان يبقى سهل يبقى المربع هو كام؟ 4 يبقى الاندكس بتاعه كام؟ 25. طب ايه رايك لو اقل من 4 حاجه بسيطه يعني ما كانش 2 متر هتطلع العدد اكتر من 25 قبل الصفر هيبقى ده اوفر ويت يسموه اوفر ويت ده فوق 25 فوق 30 يبقى تنزل كيلو ويت وبعملها بقى بس على الكالكوليتور في بيتك حط وزنك بالكيلو جرامات طبعا الطول بتاعك يطلع 180 سم يعني 1.8 اضربها روحها عاوزه كالكوليتر تقدر تعرف انت فين؟ هل انت اوبيس ولا مجرد في سكتك للاوبيس دي؟ اوفر ويت دي مشكله برضه فوق 25 يو ار اوفر ويت فوق 30 يو ار ديفنتلي اوبيس ده اللي هو اندكس بادي مان ده شويه النظر اللي بيضحكوا عليه في الطاقه كان يعمل معادلات الاهل المعادله تدفع لك فيها 50 جنيه تعملها بيكو كالكوليتور نفسه ب 10 خلاص؟ ثانيونا بقى هنحسب شكل حسابات شكل حسابات احسبها ايه كل زوميتي؟ دي تدفع بوزيتيف انرجي بالانس يعني ايه؟ الانرجي انتيك اكثر من الانرجي اكسبنتشر ده مش علم يا جماعه الكلام بتاع نوادي ليه بتدفع؟ اصل باكل كتير ومجهودي ها؟
هو ده المكتوب، هو مكتوب حاجه غير كده عشان بتاعت انجليزي يا مرسي. بقت حاجه ثانيه. ما هو ده اللي مكتوب، باكل كتير وباكل لايك. انت وليه تنساني جدا؟ عاوزك تتحس ده بس يا استاذ يا راجل حمام، مش عاوز اقول حاجه ثانيه. طيب. ثاني حاجه جينيتك فاكت. حتى هو مش شارحينها لكن اقول لك شرحها، ممكن انك تكتبها روحك. وبيت في رامش فاميلي. في عيلة كلها بعافية اللغة الشامية يعني دخان يعني. صح. صح. هايبوثالاميك فاكتور ان مين مسؤول عن الاكل؟ لا تطلب الاسيستات ولا تطلب، فالناس تخان دول اسيستات ات هاير ليفل. الاسيستات مظبوط اعلى مننا شوية فبياكل اكتر. طب انا قبل انا خلصت بقى. الدكتورين بتاكل قلنا مرض من السنين. فاكر الاعتماد؟ شفنا كلنا اعتماد. انت عندها مضروبين. ما بتحرقش. او ديكريز في الدي بي تي 2 او الناس بتاخد انسل بس هم مش كاتبينها بالعكس. كل عاملين عندهم دليل في ليك اول ما تعالجهم بانسولين يحصلهم ايه؟ خد صح؟ يبقى واحد قريب ليك جاله دليل في ليك اول ما ياخد الانسولين يدخل يبقى قدامه الانسولين في مقص اليد بس هم مش كاتبين التاني. كومبليكيشن لماذا يضار ان الواحد يبقى تخين؟ اتروسكلوز تصلب الشرايين ثالث ده ريسك فاكتور رهيب يا حبيبي ده اهم اهم ريسك فاكتور فين؟ هارت اتاك لكذا سبب لان الاوبيستي هي لوحدها ريسك فاكتور لانها بتجيب سكر ده السكر ريسك فاكتور بتجيب ضغط بتقل فاكتور بتقلل مجهودك انك مش قادر تتحرك ولا تخين يعني ايه انت بتبتدي الاوبيستي وهي تجيب لها معاها 3 4 ريسك فاكتور. طيب ثاني حاجه جول بدر ديزيز عارف انت بدري قلنا مين الشخص اللي يجي له توتر كل بدر؟ ليه شكل معين؟ هل هو بتوع الاناث مين؟ كلهم بحرف الاف في ميل اكثر من ميل 40 سنه 40 سنه فاتي تخينه اهو موضوع ما تخينه فاتي فالفايت خليتك كتير هيلثي يعني رمرانه في المطبخ اي حاجه بتطبخها الزباله هي بقها بعد ما تقطع شويه صوت هم حته صوت صغيره بدل ما تجيب الزباله تاكلها وكل الستاف معظمهم بيعملوا العمله المستطيله دي ايه ده؟ عمال يعني هو هي شغاله وهو شغال معاه ففي زباله اساسا زباله ادميه ياكلوا نوع الاكل يعني فاهم كل حاجه تدوق 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 بقت في الاخر فيه طيب يبقى جول جالر جديد خمس اف ريميل فورتي فاتي فيرفايل خلفت كتير بنت بيكملها عندنا بس عارفه روحها. وبيبتدي اذا اوبن دور فور تاريخ سنين ده سوق لمرض السكر. ليه قال لنا قلب؟ لان الاوبيستي بتقلل عدد الانسولين في الجسم. ده سوق لمرض السكر. انا فاكر اول محاضره دي في حياتي كانت بتسويني. كنت اخد الطراز ماذا؟ فقلت انا طلبت بيس الناس هتكرهني الاول يعني اول محاضره نفسي وبيس اللي هيكرهني فحبيت ابسطهم وقلت لهم وبيس دي نوت ويزاوت ادفانتجز وبيس دي لها مزايا بينما هي ان اوبن دور فور توبركلوزس باب مفتوح قبل بريزايتس دي كلوز دور فور توبركلوزس باب مقوي السن ليه يجوا الواحد وفايع يقول له ده مسلول يعني السن مرتبط بايه؟ بالرب ما يجوش واحد كده يقول له مسلول يبقى هي باب مقفول ليه؟ سوري نمرة اثنين السوسايدال اتمت اقل بكتير جدا في الاوبيس من الرفاعي الانتحار مش معقول بعد التجربه دي؟ التجربه دي فمش كلها كومبليكيشن ليها مزايا طبعا الكومبليكيشن تتخطى المزايا بعدين سايكولوجيكال بوزيتيف طبعا انت عارف الراجل في المكسيك ده اللي وزنه 600 كيلو خلاص عاوز يخرج مش قادر بقى رفعوه وجابوا بيه كده جابوا ونش شاله والسرير ومشي بيه الشوارع والاهل ده مسخره. جوينت دي
تيجي عارفينها بروكب، كل قرايبنا التخان يقول لك ركبي عندي ركبي تعبان، يقول الدكتور ان الاتخاذ عشان ده غلط على الركب. بص يا قرايبي. فكلها غلاوي يعني. وبلاك فود. مانجمنت بقى، زين عليه بقى. نيجاتيف انرجي بقى، نعكس. ما تاكلش زود مجهود، قلل انرجي انتيك وزود انرجي اوت بوت. راس، خد ادويه تديكريز الابيتايت. كده بتعمل اديكشن. بتعمل نيرفس سيستم، ده بيشتغل على عيب طرف على نيرفس سيستم. عيب ادويه تخفيف انها تخليك متوتر وتاخد على الدواء غصبا عنك. او ادويه تقلل بقى الابزوربشن. لسه طالع اتنين راحوا صاحبي بقى في امريكا راجل مشهور هناك. فكان معاه قال لي بقى انا اقدر اكل اي حاجه ومش هاكل. فدينا بشاره. كان اكله تمام وخلي الحبوب بقى. فما انطفش الفات. فجاله استياك وريع. عملها على روحه واحنا بابو شهر. يعني لازم لما تاكل حبوب دي تلم روح على الشوارع. ما قامش ينطف في الحال الفات هيتزحلق تلاقي الكرسي مش مظبوط الكرسي على عينه. خلاص؟ بعدين تاني كان بروسيجر زي رحمه الله اللي هي اللايف كونستراكشن. اللي هو شخص الظروف بس عينه بتعمل ايه بريدنج. فممكن طبعا ايه بريدنج في المخ يدخلك في العيون. عارفين زي الفنان رحمه الله. نيجي بقى البادي تمبريتشر. درجة الحرارة. قول لي بقى ايه الفرق بين دكتور محترم لابس بلطو ابيض وثلاجة على بيضة؟ ايه الفرق بينهم؟ ايه الدكتور لابس بلطو ابيض دكتور ابيض 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 ثلاجة على نفسك كبير؟ اقول لك ايه الفرق؟ ثلاجة على نفسك بتظبط حرارة الكور بس الداخل. انما الانسان بيضرب حراره الكور والشيل الجلد. يعني تكنولوجي متقدم يا ريت يستفاد منه صانعه الثلاجات. تعال حوار بقى. الكور لابس بلطو ابيض. الريكتال اللي هي الكور تمبريتشر مظبوطه عن 37. حرارتنا احنا 37 عندك حدود تتحرك فيها زائد او ناقص 6.1 درجه. ده قراءه كل ده قراءه. لو وصل درجة حرارة 41 هيحصل لك كونفرشن تشنجات اللي بتحصل للأطفال لما الأم تدفع على الطفل ويحصلوا بيها ليش؟ عشان أنت تديله صفر. ده العربية اللي نقص منها المية حرارتها إيه؟ بتعلى فيجيله كونفرشن. طب جاست في حاجة في الطفل اسمها دي هيبقى كونفرشن. عشان كده بننبه الأمهات لازم الجيل ياخد فلوس فلوس كتير. ده ده العربية وبيصحى بسهولة. 43 هي توصيلة الباقي. ده الكور. نيجي للسكين تمبرشر بقى اللي هي الشل. يبقى الفرق بينه وبين الاسكا. الاسكا ضبط الكور لكن الضبط الشل. في الانسان بيضبط الشل تمبرشر. الفارد يعني تختلف في الاتموسفيريك تمبرشر. ودي الجمال بقى. في البرد تلاقي ايديك ساعة. عارف ليه؟ عشان ما يحصلش انفلاس. في الحر تلاقي ايديك سخنة. عارف ليه؟ عشان ما يحصلش هيت جين. فياريت صانع الثلاجات كونسيوم الانرجي خلوا الشل مقارب لحراره الجو زي الانسان. تفهم؟ درجه حراره الجو تفهم عشان ما يحصلش نص. تسخن تسخن عشان ما يحصلش جين. درجه حراره في النص كده بتبقى 34. في الاطراف بتبقى 28. يشل الشل. ده كله قراءة. فيسيولوجيكال فاريشن ان باي تمبرتشر اكتب لي عليها سؤال نظري اكزامينشن. بس يعني اطلع في اشكال مش هديله رقم. مش هحط الارقام اللي بديها. درجة حرارة الجلد فيها ديورنال اور سيركاديان ميديم. اقل ما يمكن في الماضي وهاي لما بتاعت الظهيرة بقى بيبقى الشمس الدنيا حرة في الافترنون. الايج قلنا الكروب الاضطراب في جو الميتابوليك ريت مش كده؟ يبقى بيطلع كابل كتير يبقى شايل حرارته اعلى. طب البريماتيور بيبي الغير مكتمل النص بيبقى الثيرموستات بتاعه مش مظبوط في الاب طبعا. يضرب حراره مش عايز يضرب حرارته فلازم نحطه في حضانه
كيوبيك درجة حرارتها 38. 6 احنا قلنا الكيوبيك أبرد يبقى الميل أسخن، بس الكيوبيك بتبقى خلف النص التاني من السايكل فاكرينها؟ هذا الكيوبيك ده سكن ده بسبب إيه؟ كوليسترول. كل ده خدناه. إيه درجة الحرارة لو انفعلت أو بهيت تحس إنك حرام؟ الإيموشن إكسرسايز. إيه نقطها؟ البروتين ريكومبنسي لو نقلت فيه شهر هذا لك كفاك ونهي في فترة بين أو ستارفيشن إنه قلنا ربنا عاوز يوفر واحد ما بياكلش ما يحرقش أو يحرق لحد الأدنى اللي ما عندوش أكل فدرجة الحرارة بالتبعية تنزل يعني نوع في الخاص بالخاص. السؤال بسيط ريجليشن وبادي تمبرتشر في ويت وفي جين وفي برودكشن ويت وفي كلوك دي لحد ذاتها السؤال يعني مفيش سؤال كده بس هي في الكون لازم نتكلم عن ويت وبيت جين وفي الوورد لازم نتكلم عن ويت اوف ضغط ناخد الويت وبيت جين كيف نكتسب الحراره؟ افرض ان انت متلقح صاحي ومش واكل وحراره كمفتر في ان ابويدا بغض الله بتطلع حراره في صوره بيتها ميتابوليك ريت حتى قلنا طالع منين دي غصب عنك وانت مش عامل اي حاجه ولا واجب ولا بتتحرك في الطاقه في الهارد في الستات الهارد والليفر كان هتطلع اكتر مين اكتر قال اكل يطلع حراره يفقد اللي فيه طول حراره بروتين دي ديناميك اكشن تاني بين قوسين هاي فور بروتين اعلى حراره للبروتين لو في اليوم برد احلى حاجه ناكلها بروتين لان الستيك ديناميك اكشن بتاع البروتين 30%. طب دي تاني حاجة انفيز هو في الاكتيفيتي. كلام من الحياة يعني مش بتمرين ولا حاجة، ده أول واحدة بتفهمه. في الباب راح يقول لك أنا مشيت للباب. مشيت. مشيت معناها إن ولدت البطل إيه؟ دوب ده يزود الهيت برودكشن 100%. طب ده شهادة، الصفحة الأخيرة. يعني بدل ما تطلع 40 كالوري تطلع 80 كالوري بمجرد الشكل الصغيرة دي. شيفرين. وحمار الله بالسيره دي الدكتور محمد طلعت كان يعلمنا قال لنا بص في فرق بين ادابتيشن تو كول واكيوت اكسبوجر تو كول. ادابتيشن تو كول يعني انت هاجرت لكندا وعايش في نورث كندا ما ينفعش تقعد لهم لا لازم موسيقى يعني اصل انما اكيوت اكسبوجر يعني انت جو دافئ وخرجت من البيت لجو بارد، ده يسموه اكيوت اكسبوجر، هو ده اللي يحصل بيه الشيفرين. يعني الشيفرين ما يحصلش بالام اس كيو مع الادابتيشن تو كول. يحصل مع الاكيوت اكسبوجر تو كول، حته دافيه وروح حته بارد. طب السنسر. دلوقتي السنسر برضه الثيرموستات زي الثيرموستات في الهيد بارد. وانا ببقى قاعد ورا كده وعارف قلبي بقالها ازاي. الاتساع من الخلف اي فلتر السيرب في الخلف ده تعلق. يقول لك حنين جفايا. باي ارتفاع حراره من الخلف والفقدان من الامان. طب الشيبرنج ده عباره عن ايه؟ اتساع يبقى موجود فين؟ بوستيرو بارت او هايبو بارت. طب الانوفيشن العضلات بتتحرك بحاجتين قال لنا هيدر البرامج هيكبر بيعمل الشيبرنج بيكبر بيعمل وحماه الله الثاني دكتور حسن حمدي انا عندي سؤال جميل جدا يقول لك اثبت ان الشيبر ده ما هوش بيراميدا لان الاتاك هو البيراميدا انت بيراميدا بس انت لا انا مشلول عندي شهر نصفي نرجيليا انا ليه مشلول عشان البيراميدا مقطوع يبقى ما ينفعش النصف المشلول ما فيهوش بيراميدا او لو اتعرض للقلب سبحان الله الشيبر يرتعش يعني في البلد النصف المشلول يرتعش دالا على ايه؟ الشيء ده مش بيراميدا انما عفه بيراميدا وهقول لكم نفس الجمله اللي بحب اقولها هي بقى تامل خاص لعبد الله وما زالت العين الالهيه تحرس النصف المشلول والفقر اللي حاضر زي ما قلناها مع الفين ان حتى انت مش حاسس فين ورجلك مشلوله بتسحب رجلك في السكس والدروع وما زالت العين الالهيه تحرس القدم المشلوله والفاقده في الحس نفس الكلام بما يثبت انها وراء الخلق. فهو واحد مشلول اراديا مش قادر يحرك نص جسمه.
بس مش هيبقى موته خلاص يا يبقى كمان يموت بعد الهايبوثيرميا. النص المشلول المشلول يتحرك لانه مش برامج الاكس برامج. يبقى السنتر زي الصعيد ورا الكوستيرا انتفاضه والانرفيشن اكسترا برامج. لما تشد نفسك كده بيجيب هيب برودكشن 100% اللي هو لما تكون انا شفت الباب الشيبة يزودها 800% 8 مرات 8 تايمز. في برامج تاني بقى ساعات احنا واحد بس ايه عمال يخبط رجليه في الارض صح مش ستاندنج يعني هنا بتطبع وهاند كلابنج يعني عمال تتحط بايديك فده برامج. يبقى السكيتر الوصل بكام طريقه تطلع حراره سكيتنج برامج تزود الموقف تكون شبل وواحده برامج. طب ازاي تمنع الستيتا ماسك الكوريري؟ الكوريري مش هي الستيتا ماسك، سؤال ام اس كيو. يبقى في الحاله دي هيحصل ايه في الحراره؟ هيحصل هايبوثيرميا. انك فقدت اهم مصدر الحراره هو الماسك. 70% من وزن جسمك ستيتا ماسك في فقط المعلومات اللي عندك. 70% من جسمنا تشفيه يطلع ستيتا ماسك، تشفيه. فده لو انت وقفت الاسكيتا الرصد الكوراري شلتها ايميديت يحصل لك هايبو كوراري. نيجي بقى الهرمون اللي هو النون شيبرين ثيرموجينيسيس. عاوز نكتب الجمله بتاعت الاستاذ دي هي مش مكتوبه رحمها الله سبحانه وتعالى. ده مهم في الادابتيشن في الكورس. فانت لما تروح بلد برد مش هتفتعش لهم. طب ازاي هتطلع حراره؟ من غير رعشه بالهرمون. مين اشهر تو هرمون في الهرمون المتوازن؟ الثيروكسين ثم الثيروكسين ثم ثيروكسين ثم الادرينالين. يبقى ثيروكسين وادرينالين. طيب الثيروكسين مهم قوي في الانفكت الادرينالين وبيطلع عن طريق الهايبوثالامس مايا الثيروكسين اللي هي ايه؟ هرمون اللي هو هرمون الثايرويد. نيجي بقى اخر حته الويد وفي بلس برضه حد ده فهم السؤال بس هي دي اجابه السؤال اكسبوجر تو هوت. يعني في الهوت لازم نقص الحراره في البرد لازم تكتسب. تسبب الحراره بثلاث طرق حلو النظام قوي خدناهم دول اللي بنقول فيهم ستيم دايناميك اكشن وبعدين ماسل وهرمون. ماسل وهرمون الماسل عندك كام حاجه ثلاثه ستيم بلانتري ماسل تو وشيبري وحاجه بلانتري اللي هي انك انت تخبط بايديك ورجليك. الهوت ستيم دي بي فور وادرينالين. نيجي للويت وفي بلس اثنين يا نان ايفابوريتد يعني بدون بحر يا اما ايفابوريتد بالبحر. نيجي نان ايفابوريتد في ثلاث طرق راديشن وكونفكشن وكونفكشن. بص معايا لو انت بالشكل ده انت هتسخن طبقة الهواء اللي جنبك او الميه اللي كنت محطوط سوني فوق. انت دلوقتي بتسخن ميه بال كونتاكشن. طب مين شاطر؟ الميه دي تسخن اللي جنبها واللي جنبها تسخن ايه؟ جنبها ولا اللي فوقها؟ الان قلبك. لا قلبك. الميه السخنه تتمدد بالحراره وتتبرد بالبروده. لما تدخل تتنبض بالحراره يبقى كثافتها لما حاجه تتنبض الكثافه يحصلها ايه؟ تقل تبقى خفيفه فتطلع فوق والبارد ينزل. ده يسموه كونفكشن كارم. يبقى الكونفكشن كارم بيحصل في الفيسكت عمره ما يحصل في الصايد. الهدنة مع التيم سيبا كانت وانا كنت قاعد لما حكى لكم قصه مثلث بالنولد اللي هو السفن بتنزل عنه زي ما هو الا اكتب فولكينو وكان نشط فما تسخن تطلع السخن وينزل البرد بالسفينه. ففي لحظات الاكتيفيشن اون ذيس فولكينو لو السفينه بقى حرب مكتوب لها بقى فيري انلاكي تو بي ذا رونج مان ات ذا رونج تايم ات ذا رونج بليس. صح انتبه يا سفينه لا فكره مثلث برمودا ما هو هنا كونفكشن ايه؟ كارم. يبقى الكونفكشن كارم ما تحصلش كده مش اللي جنبه سخن اللي جنبه سخن اللي فوقيه. عملوا تجربة جميلة جابوا ناقوس مفرغ من الهواء ده ما فيهوش هواء كونفكشن والكونفكشن افهم بشرح احيانا شرح اللي هم كاتبين يحتاجوا الى ميديم سواء هواء او يعني انا اسخن هواء او اسخن السائل
والهواء الساقع يسخنه الطبق اللي فوقه ده الكونفكشن. عاوزه ميديا كونفكشن كونفكشن لازم ميديا. فجابوا جسم سخن اهو في الاحمر حتى في جنود المسوقه. وجسم بارد له مادة اهو. قالوا ايه؟ العلبة دي فيها ايه؟ بي قلب. هنا مفيش هواء ما بينهم في فراغ. يبقى هل هيحدث كونفكشن وكونفكشن؟ لا لقوا الجسم السخن سخن الجسم البارد حرارته ارتفعت. ازاي؟ براديشن اللي هي الكترومغنيتيك ويف. مش عاوزة وصف ما بينهم. دي أهم طريقة. حرارة الشمس تصل إلى الأرض بعد 7 دقائق ونص. بتوصل للكونفكشن والكونفكشن اللي كانت وصلت بعد ملايين السنين. ولا بين راديشن اللي هو الكترومغنيتيك ويف اللي سرعتها زي فوق 300,000 كيلومتر في الثانية ومع ذلك بتوصل بعد 7 دقائق ونص. ودي اهم طريقه في النون ايفابوريتد بعد كل اللي شرحته. راديشن. وقال بقى ان في اتى معطره خد بالك. امتى انا اطلب الحراره براديشن جو؟ لما انا ابقى ادخل من الجو يعني الجو ابرد مني انا السخن والجو بارد. فانا اطلب الحراره ادي الجو بيه راديشن. طيب يبقى السؤال لو درجة حرارة الجو 35 أصل الحرارة إيه بقى؟ لا هو 35 أنا درجة حرارتي كام؟ يبقى مين أسخن؟ يبقى أصل الحرارة إيه؟ 30. دي سؤال ودي الإجابة غلط. بص بقى معايا أنا غلطت لازم أغلطكم عشان ما تنسوهاش في الامتحان. إحنا بنتعامل مع الجو مش الكورة. احنا مين التلامس مع الجو؟ الشيل. الشيل ده هيبقى في المتوسط 33 ل 34. الشيل 33 ل 34. فعشان الجو يبقى اقرب مني لازم المساله يبقى الرقم مش تحت 37. لازم الرقم يبقى تحت 33. بقول لك درجه حراره الجو 25. يبقى كده الجو اقرب مني انا الاسفل. وهيكتب لك بتنقل الحراره بطريقه من اربعه. معروف السؤال. راديشن كونفكشن كونفكشن سبليتنج. راديشن كونفكشن كونفكشن سبليتنج اختار اهم طريق. لو لقيت درجه حراره الجو اقل منك مش اقل من 37 اللي التلامس مع الجو مش ال 37 مش الكور. اقل منك يعني اقل من 33. يبقى اهم طريقه تنقل بيها الحراره ايه؟ راديشن. فبالتالي هو هيغلطك بقى. هيجيب لك طب درجه حراره الجو 35. عشان مش فاهم يتصور هو 35 يبقى انا ادخل انا 37. لا لو هو 35 يبقى الجو ادخل. ده بالعكس ده كده الجو هو اللي يديك حراره من الديش. الجو ادخل منك يديك من الديش. يبقى ذا اونلي واي تو لوز هيت از سوتي. مش جاب السؤال. عشان كده فكر فيها احنا ما بنبداش نعلى لما الجو 40 هو 37. من اول 34 35 ناس تبتدي تعرف. مش محتاجين الجو يوصل بين عشان نعرف. يبقى ما هو الرقم الفايسل الريبرم في اجابه هذا السؤال؟ السؤال الاربعه مكتوبين هم في السؤالين. راديشن كونفكشن كونفكشن وسوتي. ويقول لك اختار اهم طريقه تفقد بيها الحراره. ويبتدي لك يا 35 يا 20 25 زي ما يكون. الريبرم انك تقول انت ابرد ولا ادخل هو درجه كام؟ 33 34 مش 37 لان اللي التلامس مع الجو مش القوه اللي التلامس مع الجو هو الشل. ف 35 الجو اسخن مني مش انا اسخن منه لان انا 33 35 اسخن مني. يبقى هو يديني بالراديشن انا عاوز اكتر مش عاوز اخد. يبقى ده اقول له ايه فلوس في الايد؟ اتفضل اجابه السؤال تحت 33. يبقى اهم طريقه هي راديشن. ده اهم سؤال هنا. نيجي الايفابوريتد بقى. النجح. النجح نوعان اللي هو البخار. يا انسنسبل غير محسوب. ايه رايك احنا دلوقتي نتوخى مننا ميه ولا لا؟ احنا مش عارفين. اظن علمونا في ثانوي ولا اسف في ابتدائي المدرس لما جاب لي المرايه ونفخ فيها طلع ميه. يبقى نورمال دلوقتي انت وهو انا بنطلب ميه من اللانج والسكين من غير علم. ده يسموه انسنسبل. غير محسوس وده كميته رهيبه مش قليله ده كميته
60 ملي لتر في الاور كل ساعه في اليوم الا في 24 تطلع 1200. هو يا جماعه ما يضرب حاجه مختلفه 50 اسف 50 50 كل ساعه مره ب 60 50 60 تبقى 50 في الساعه 24 اليوم 24 ساعه 24 ب 50 بكام؟ يبقى 1200 مش كده؟ 50 في الساعه يوم كام ساعه؟ 24 24 ب 50 يبقى 6 5 ب 24 يبقى 120. كل سم بيتبخر بيتبخر مش بيقع، يعني العرق اللي تنشفه فقد قيمته، العرق اللي وقع على الارض ملوش كل كتاب اقراها مظبوط. كل سنتي ملي لتر يعني كيوبيك سنتيمتر، بقالكم 100 مره الملي لتر هو الكيوبيك سنتيمتر، ياخد معاه 0.6 اوفر كالوري، ده رقم تحفظه صم. كل سنتي يتبخر مش كل سنتي تعلقه، تعلقه يقع على الارض ملوش قيمه، تعلقه تنشفه ملوش قيمه، يتبخر من على وشه، هو ده اللي بياخد 6.10 كالوري. فبنيجي بقى للسويت لأن لوحده بيجي سؤال اتبع النظري، سؤال داخل سؤال، جينا نحكيها من سؤال. The only way to lose heat مش above 37، the only way to lose heat above 34، حطها في ميه بقى وتاخد تركز فيها، واكتبها ليه 34؟ لأن ده الشيل، اكتب تحتيها هو ده الشيل ده. ليه مش فوق 37؟ لأن احنا التلامس مع الجو هو الشيل. Composition hypotonic، أول ما بقي hypotonic يبقى فيها aldosterone. اي محلول هايبوتونيك يبقى تاخد منه صوديوم وتحط فيه بوتاسيوم. مين اللي بيعمل العمله دي؟ الصوم وبيسحب، خد بالك كام صوديوم؟ 3 صوديوم ويحط، يبقى خد اكتر ما حط، خد 3 صوديوم وحط فيه بوتاسيوم، انا دي يبقى هايبوتونيك. اما يقول لي محلول هايبوتونيك من غير ما يكمل يبقى ده تحت تاثير الاندوسترون. ميكانيزم اي سكريشن على التهاب وفيها كلمتين اكتب وزود معاهم ما مش كافيين ومعاه برضه التيشن. لازم اي سكريشن يبقى اكتف ومعاه برضه التيشن، كتفه كله كده في الام سي كيو. فدي لما تعمل ان وشك لونه احمر، ما ينفعش سكريشن من غير برضه التيشن. الاسيناي زي الصلايبه بالظبط، الاول بالكبريت ايزوتونيك في الاسس، والكيو ماشي بالظبط 8 الف سوم يشتغل الحته اللي في الاخر على الطاق على التيستا كونفينتي بيو، كل هو بس على الاخر في الطاق ياخد 3 سوم ويحط 2 بوتاسيوم. خد اكتر ما حط بقى المحلول هيبو طيب. سيمبتوم قلنا اكتساب الحراره الخلفي والفقدان للاداء، يبقى الشيفرنج فين؟ الجو اللي بساله مش الفوكر. شيفرنج في البوستيرو بلانتيرو، الشيفرنج ده بتكتسب ولا فقد الحراره؟ يبقى في البوستيرو، انما العرق بتكسب ولا بتفقد الحراره؟ تفقد، يبقى في الانتيرو هيبو طيب. تمام، يبقى احفظ السيمبتوم مع الانرفيشن. حتى لو حضرتك فوق في الشيفرنج نفسه صعب. الحاجات المتقاربة مع بعض، السنتر بيدي نير. هنا بقى الانرميشن مفيش بارا سيمباثيك للجلد، تاخد صفر. سيمباثيك بس تروح الجلد. ده لسه في نقطة ألعب. السيمباثيك بيطلع نور أدرينالين في كل جسم على حتتين، بيطلع فيهم أسبالكولين. سويت جيران وبلان جيرسز أوف كده مصر. فالسويت جيران سيمباثيك حطوها في دايرة كولينيرجيك. يعني بلوك تبقى ايه بقى؟ تبقى جنبها، لان سؤالين اس كيو جايبه ابراهيم هم مش كاتبينها. بلوك تبقى ايه؟ بالاتروبين. جنب كل الناس تحس بلوك بالاتروبين. يبقى عليا في الاس كيو لو عندك بالاتروبين منعت السويتنج مفيش هيت لوس، يبقى الحراره بتاع جسمك احصلها ايه؟ تزيد هايبر تيرمي. عكس سؤال الكوراي جايب اتنين، هو تدي كوراي تشيل العضلات مفيش هيت جين، لما تشيل العضلات مفيش هيت جين يبقى حضرتك تنخفض. تدي اتروبين يبقى وقفت السويتنج مفيش هيت لوس يبقى حرارتك تعلى. سؤالين مشهورين كتبناها اول امبارح، الامام كتبناه من الحب من القتلى من العرق لما قبل مش ريحته كمياته. عشان كده خد بالك انت ممكن تعرق اب تو 1 لتر مش بير داي بير اور، حط الاور في الدايره مش ربع
اللي هو زي فين؟ عاوز تكتب مثال ليك في عمال المناجم الماينر. عشان كده العمال اللي هم اتقفل عليهم منجم في الصين وكل شويه يتقفل على منجم ويموتوا على الخيوط، ليه بيبقوا في سباق مع الوقت عشان يطلعوها؟ لان المنجم ده حر جدا، لانه في باطن الارض غايه من القوه اللي هو لسه مشتعل، والتهويه بات. التهويه بسيطه جدا في المناجم، حراره رهيبه. هو بيقول اللي بيفقده هو ميتر بير اور، فلو حدثوا فيو اورز يحصل لهم داس من فيها الريش. طب انا من الحب من قتل، من العرق من قتل، ليه بقى؟ لانه مش لتر في الاحتباس بتاعي في الام اس كيو، لتر بير اور. ويزيد المثال الجيد اهو هنحكي قصه الانجيل كده في دماغك. اي شرح بدون امثله بدون حكايات ولا طالب فاهم حاجه. دي كلاس تكوني كامله اللي بتتقايم على الحكايات. وأراكم الأول مش فاهمين حاجة، نحكي هي مفهومة جدا. طيب، كل جسمك كل سنتي لسه قايلين بياخد معاه قد إيه؟ بونتكسي وبتكلم، طب إيه اللي يداوله كل جسمك؟ مفهومة سنتي اللي بعده يدور بيه الإير ترى، ليه أنا لما بهوي كده الوات واي الكل جسمك بيجيب بداوله التبخر العرق. طب والوات واي الجو الحار هيومن هيقول لك اختار إم إس كيو ما هو أسوأ جو. هوب هيومن يبقى ذا اونلي واي تو لوز هيت از سويتي، مفيش غير سويتي ان النيشن بيزيد. هيومن يعني جو مشبع مخار ميه يبقى السويت مش هيبص يبقى ملوش اي قيمه. لما اقول لك اختار ذا ويرست ويذر ما تقبلش السؤال. هوب هيومن ليه هوب؟ ان ذا اونلي واي تو هيت از سويتي والسويتي ملوش قيمه لانه هيومن مشبع مخار ميه. ثانك يو فور يور جود سبيك. نلقاكم على خير.